بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. يوم رائع لكرة القدم المصرية. النهاردة منتخب مصر الأول قدم مباراة كبيرة ورائعة وتعادل مع المنتخب الجزائري الشقيق بهدف لمثله رغم النقص العددي بعد طرد محمد هاني، وهتكلم كتير النهاردة عن طرد محمد هاني تحديدا في منتصف الشوط الأول. مباراة كبيرة جدا جدا لكل لاعبي منتخبنا الوطني، كل التحية وكل التقدير على هذا الأداء الكبير والرجولي، لأنها تجربة الحقيقة في ختام الأجندة الدولية تخليك تخرج من حالة الاكتئاب اللي كانت عندك من مباراة تونس ومن مباراة زامبيا شوية كمان، وتخليك تستعد لكأس الأمم الإفريقية القادمة على أمل الفوز بهذه البطولة، على الأمل بعودة الروح المعنوية وارتفاع الروح المعنوية مرة أخرى. أهمية مباراة النهاردة مش بس في أنك متماسك وبتعمل مباراة كبيرة أمام واحد من أهم وأعظم وأفضل الفرق خلال الثلاث أربع سنين الأخيرة، كمان أن أنت بتخسرش وأن أنت مطرود منك لاعب في أول 25 دقيقة، واحد من اللاعبين المهمين جدا واللي لهم مستوى أداء رائع خلال الفترة الأخيرة، لكن مع مكسبك حتى مهما كانت الظروف، ولكن في النهاية كسبت زامبيا في المباراة الأولى. فالمعسكر ده بالنسبة لي الحقيقة بيمثل شغل وهدف رائع جدا جدا. إذا كان هناك من يستحق التحية قبل بس ما أتكلم فني أكتر عن هذه المباراة، فأنا بحيي الشركة المتحدة سبورت، المتحدة سبورت شركة المتحدة للرياضة الحقيقة، لأنه المتحدة للرياضة هي اللي نظمت هذا الأمر. المجموعة اللي أمام حضراتكم، المهندس سيف الوزيري والمهندس أو الأستاذ محمد يحيى لطفي، كان لهم دور كبير جدا، وطبعا كل مجموعة العمل في أبو ظبي والأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنا بحييهم الحقيقة على الهواء مباشرة مع حضراتكم. يستحقوا كل التحية وكل التقدير، من زمان ما شفناش مباراة بهذه الحلاوة جماهيريا وتنظيميا، وكل حاجة كانت حلوة الحقيقة. فشكرا للمهندس يحيى محمد يحيى، وشكرا للمهندس سيف الوزيري، ده من الناحية التنظيمية. ولكن على الجانب الآخر لما نيجي نتكلم عن هؤلاء النجوم الكبار محمد صلاح ورياض محرز، انت النهاردة وانت قاعد بتتفرج مستمتع مبسوط سعيد بهذا اللقاء الشمال إفريقي الرائع الأفضل في إفريقيا كانوا بيلعبوا النهاردة. هذا الرجل يستحق كل التحية، روي فيتوريا. هتقولي يا عم إسلام ما تكبرش الموضوع أوي، لا أكبر الموضوع. انت بتلاعب المنتخب الجزائري أفضل من وجهة نظري، واحد من أفضل ثلاث منتخبات في إفريقيا في الفترة الأخيرة، ومطرود منك واحد من أهم اللاعبين اللي موجودين، وبتعمل هذا الأداء وبتجيب جون فيهم وانت مطرود منك واحد، وبيفضلوا لغاية الدقيقة 94 مش عارفين يجيبوا فيك جون، وتعادلوا معاك في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. فتحية كبيرة جدا. روي فيتوريا النهاردة قاد المباراة من الناحية التكتيكية والنفسية والبدنية. نني عامل مباراة جامدة جدا، كل اللاعبين، زيزو على الرغم ان هو طلع بعد 30 دقيقة، ولكن وجود زيزو في الملعب من بداية المباراة اداك اليد العليا في المباراة من الناحية الفنية. انا مش عايز اتكلم كتير في النواحي الفنية لانه في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معايا نجومنا الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن أسامة عرابي وأستاذ عصام شلتوت وأستاذ محمود شوقي، هنتكلم أكتر عن اللي حصل في هذه المباراة. عايز أشيد بكل حاجة، كل حاجة، فيش لعيب أثر النهاردة، كل اللاعبين، المدير الفني، وجود حجازي، كل حاجة كانت حلوة النهاردة. زي ما قلت لحضراتكم لاعبون قدموا مستوى كبير جدا جدا قدام منتخب قوي وعنده لاعبين مميزين، وكمان روي فيتوريا كمان بيدير المباراة بمنتهى الهدوء رغم النقص العددي. ناس كتيرة جدا كانت شايفة ان زيزو لازم يكمل، هو شايف ان زيزو يطلع ويلعب عمر كمال ويكمل بهذا الشكل وبهذا المستوى. الحقيقة روي فيتوريا يستحق كل التحية، كل اللاعبين يستحقوا كل التحية. يعني لو ياريت تجيبوا لي يا جماعة الأستاذ خالد الإتربي، هتقولي خالد الأستاذ خالد الإتربي لأنه امبارح كان بيتكلم عن القائد، يعني ما كانش عاجبه وجود القائد جوه الملعب، وانا الحقيقه اعترضت على هذا الامر.
فشخصية محمد صلاح النهاردة عاملة ازاي؟ محمد صلاح أدى مباراة ولا أروع، واحدة من أفضل المباريات اللي لعبها صلاح منذ وقت، من وقت يعني. أيضا تريزيجيه النهاردة بيواصل تألقه. إيه الجمال اللي عامله تريزيجيه ده؟ مصطفى محمد الشوط الثاني في منطقة تانية وفي حتة تانية. الشوط الثاني مصطفى محمد بيلاعب خط دفاع الجزائر لوحده، وأضاع دجون عمر مرموش لما نزل، كل اللعيبه طارق حامد لما نزل، هتقولي ده نزل 10 دقايق، نزل 10 دقايق قفل نص الملعب، وحمدي فتحي طوال المباراه. محمد حمدي اللي انا بحييه على هذا الاداء الكبير والرائع، بس هو محمد كان محتاج الاوفرين ثلاثه اللي وصل بيهم يعملهم اوفرات صح، 10 بيعمل الاوفرات هو 10 على 10، بس طبعا الضغط والعصبي، الضغط العصبي اللي عليه كان كبير جدا لو بيلعبوا على واحد من افضل اللاعبين اللي هو رياض محرز. لكن حمدي، محمد حمدي عامل مباراه رائعه. عبد المنعم وياسر ابراهيم ومن قبلهم علي جبر، والناحيه الثانيه محمد هاني قبل ما يطرد، وعمر كمان لما نزل كان رائع. كل دول في منطقه، والنجم الرائع اللي يستحق مننا كل تحيه والله العظيم، مش عشان حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن محمد الشناوي النهارده عمل مباراه عظيمه بكل المقاييس، ردود فعل غير طبيعيه في الملعب. حتى الجون كان هيجيبه، لكن الكرة يعني صعبة فعدت من تحت ايده. مكاسب كبيرة جدا لمنتخب مصر. لكن المكسب الأكبر للأسف ما عندناش حقوق. المكسب الأكبر اللي ورا الشاشة، الناس اللي ورا الشاشة، اللي ورا اللعيبة. الجماهير، الجماهير الكبيرة جدا جدا اللي كانت موجودة. عشان كده أنا بحيي المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد لطفي والأستاذ جمال علام والأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس، عضو مجلس، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بحييهم كلهم، لأنه من زمان ما شفناش جمهور بهذه الحلاوة. جمهور الجزائري قاعد مع جمهور الجزائري قاعد مع الجمهور المصري، عاملين لوحة رائعة خلف الكواليس وخلف المباراة الرائعة جوه الملعب. لا، الجمهور يستحق التحية، جمهور رائع، جمهور جميل، جمهور عظيم، جمهور كبير، عامل ملحمة، ملحمة بمعنى الكلمة. الجمهور المصري طبعا والجمهور الجزائري الاثنين أشقاء، عاملين حاجة حلوة جدا، وهم دائما يظل الجمهور المصري هو الداعم الأول لمنتخبنا المصري. جمهور مصر اللي دائما بيصنع الحدث في كل بطولة وفي كل مكان، في كل مكان. الحقيقة أنا سعيد جدا جدا بمشهد حضور الجماهير المصرية والروح الرياضية الكبيرة ما بين الجمهورين. الماتش كان تحس أن أنت بتلعب نهائي أفريقي، والله العظيم بتلعب في مباراة في كأس العالم ممتعة. اللي قاعد اتفرج على المباراة يحس ان المباراة ممتعة، مباراة حلوة، مباراة فيها شطرنج بيتحرك، اللعيبة بتلعب بمنتهى الرجولة. خلي بالك في فرق كبير جدا ما بين الرجولة والقوة والعنف، فيش عنف، في رجولة، في قوة، بخبطك وبقومك، قوم اتفضل يلا نكمل. مباراة حلوة في كل حاجة، حلوة في كل حاجة، حلوة في جماهيرها، حلوة في تنظيمها، حلوة في شكلها، حلوة في فنياتها، حلوة في تكتيكها، حلوة في طردها. هتقولي حلوة في طردها، هقول لك ليه حلوة في طردها، لأنه أنا من وجهة نظري إن الطرد طرد يعني بنسبة كبيرة جدا هو طرد صحيح. حاولوا برضو تجيبوا لنا الكابتن ناصر عباس نسأله في هذا الأمر برضو يا شباب، يعني هو دايما اللي بيكون ليه. محمود سمعتوني؟ شباب لو كده هاتوا لنا كابتن ناصر عباس لو سمحتوا. سامعيني؟ طيب فمحمد هاني برضو يعني انا بشوف ان هو بيستحق بصراحه، ولكن هتكلم، بس خليني اتكلم وانا بتكلم عن هذا الامر لانه موضوع اخر. عايز افضل اتكلم عن الجمهور، عايز افضل اتكلم عن التنظيم، عايز افضل اتكلم عن المباراه الفنيه والمباراه التكتيكيه اللي كانت ما بين جمال بلماضي او ما بين روي فيتوريا وجمال بلماضي. مين طلع؟ طب انا طلعت زيزو قمت ملاعب عمر كمان لتحت وخليت محمد صلاح يطلع ساعات لقدام، ولعبنا 4-3-2 او اللي هي المفروض 4-4-2، ولكن عملها طبعا لان احنا ناقصنا واحد فعملها 4-3-2، وبالتالي ده ادانا عمق هجومي خلانا ما نبقاش بنلعب من غير مهاجمين. لا، الراجل النهارده عامل شغل رائع. روي فيتوريا هايل هايل هايل. انا قلت لكم قد نختلف مع روي فيتوريا او في النواحي الاداريه اللي حصلت الفتره الاخيره مع روي فيتوريا، ولكن من الناحيه الفنيه الرجل عمرنا ما اختلفنا عنه، عمرنا ما اختلفنا عليه. وبعدين الروح اللي بيلعب بيها اللعيبه دي، خلي بالك الروح دي بياخدوها من المدير الفني والقائد. الروح اللي بيلعب بيها اللعيبه النهارده لا تخليك تبقى مستمتع، سعيد، مبسوط باللي بيحصل، شايف ان اللي بيحصل ده حاجه حلوه جدا.
فالنهارده كره قدم مصريه على اعلى مستوى. امبارح لما كان معايا كابتن رمضان السيد وسالته على المنتخب الاولمبي، قال لي المنتخب الاولمبي يا اسلام عنده مدير فني رائع. طيب قبل ما اتكلم عن المنتخب الاولمبي خليني اذهب لكابتن ناصر عباس وخبيرنا التحكيم والمحاضر الدولي الكبير. كابتن ناصر ازاي حضرتك يا فندم؟ وسؤال مباشر، راي حضرتك في طرد محمد هاني، هل هي طرد صحيح ولا لا؟ تحياتي كابتن اسلام، تحياتي كل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. طرد صحيح وطرد لا، ما لازم نقول يا كابتن اسلام ليه طرد وليه مش طرد. ما هو ممكن اقول لك لا مش طرد، بس الناس يعني لابد ان الناس اللي بتشاهد. لا هو انا السؤال الاول، انا بسال السؤال الاول يا كابتن، هل هي طرد ولا مش طرد؟ لو مش طرد، لو مش طرد حضرتك قول لي مش طرد عشان واحد اتنين تلاته. لو طرد يبقى طرد. نقول ان طرد محمد هاني طرد غير صحيح. غير صحيح؟ اوكي. غير صحيح، واستدعاء حكم الفار اللي هو محمد عبيد وجاسم عبد الله كان استدعاء صحيح للحكم. استدعاء صحيح للحكم، ماشي اوكي. الاسباب بقى، انا شايف ان هي طرد بصراحه، لكن بما ان حضرتك بتقول كده يبقى كلامك انت اللي صح وكلامي انا غلط. طيب كابتن اسلام، احنا عندنا حاجه اسمها اعتبارات القرار. ايوه. يعني ايه اعتبارات القرار؟ والكلام ده احنا بنقول لحكامنا دايما عشان تاخد قرار سواء قرار انضباطي لابد تشتغل بالمعايير اللي الاتحاد الدولي مديها لك عشان يبقى دي الحاله دي طرد او مش طرد. تمام. مش هخش في تفاصيل عشان المشاهد يبقى عارف انا بتكلم في ايه. احنا بنتكلم النهارده في استخدام القوه الزايده. نمره واحد. سؤال، هل هذا هو لعب ولا سلوك؟ هذا هو لعب. ده لعب مش سلوك. محمد هاني كان بيلعب مش سلوك. صح. السلوك بعدين اللي هو اللاعب ممكن تبقى اقرب ان هو ما شافش. ما انا هحكي يا كابتن. اتفضل احكي. لو السلوك يعني محمد هاني شايف اللاعب ورايح يتعمد ايذائه، اوكي، وبيلعب بشكل فيه خطوره على اللاعب. تمام. ولكن هنا في نيه لعب يا كابتن اسلام. انت مش شاطر النهارده، انت عندك نيه لعب تلعب. صح. اذا انا النهارده مش بعاقبك على انك انت رايح ترتكب سلوك، ولكن انا النهارده بعاقبك انك انت رايح تلعب. دي نمره واحد. نمره اتنين، بنتكلم في استخدام القوه ازاي. لا رقم واحد، انا بعاقبك عشان تبقى واصله، بس انا بعاقب اللاعب علشان هو رايح يلعب مش رايح يسيء السلوك، صح كده؟ بالظبط كده. دي رقم واحد. هنا كابتن، هنا سلوك، هنا بطاقه حمراء، خلينا اتكلم معاك بامان. انما هنا في نيه اللعب، محمد هاني رايح يلعب وبعدين ما لعبش الكره، القدم راحت. انا هحاسب محمد هاني امتى يا كابتن اسلام؟ النهارده انا بحاسبه على البوينت اوف كونتاكت اللي هي لحظه التلامس، الحذاء او الستارز او القدم. ايوه. هتقول لي يا كابتن ده لو كانت رجليه راحت كانت عملت. لا، انا بتكلم بالقانون، انا عندي لقطه تحكيميه. هنا محمد هاني رفع رجله يا كابتن اسلام. نعم. الرجل عدت تماما. ما جاتش في راسه. لمسه الوجه. صح. لم تلمس الوجه. صح. عارف لو لمسه واحده في الوجه. صح. خلاص. وقلنا هنا البطاقه حمراء. صحيحة. عشان كده هنا الفار جاب الحكم ليه يا كابتن اسلام؟ عشان يقول له ان هي مش الحكم. قال له ان رجل محمد هاني راحت على الفاضي والقدم الاخرى هي اللي اصطدمت في الجسم. اوكي. يبقى اذا انا هعاقب محمد هاني بحاجه اسمها بطاقه صفراء للتهور. أوكي. نتيجه ان القدم اللي هي الاخرى يعني عملت مخالفه بيه في لاعب جسم اللاعب. اذا انت النهارده لما جابك محمد عبيد وجابك جاسم قالوا لك احنا عاوزين نغير قرارك، تعالى شوف اللعبه. رجل محمد هاني لو عندك اللقطه راحت على الفاضي قدامي. راحت على الفاضي، انا ما اقدرش اعاقبك باستخدام قوه زي ده. نمره أوكي. واحد. أوكي. نيه اللاعب هنا نيه ان هو راح يلعب، القدم ما راحتش في وجه اللاعب، وبالتالي هنا البطاقه الصفراء كانت اقصى درجات التهور يا كابتن اسلام. اقنعتني يا كابتن، انا بعتذر، انا اقتنعت بكلام كابتن ناصر. لكل مشاهدي او لكل الناس اللي بتتفرج عليا، انا اقتنعت بكلام كابتن ناصر، وانا قلت لحضراتكم عشان كده انا كنت مصر دايما. انا راجل لاعب يعني، فانا كنت شايف ان هي اقرب لان هي تبقى طرد، لكن انا قلت انا هسمع. اكمل بس النقطه دي يا كابتن. انا قلت هسمع كلام كابتن ناصر عشان كده انا كنت مصر ان كابتن ناصر يجي، لانه دايما كابتن ناصر كخبير تحكيمي وكمحاضر دولي بيبقى له وجهات، مش وجهات نظر، بتبقى وجهه نظر صحيحه، وبالتالي انا بعتذر. اذا هي طرد غير صحيح لمحمد هاني. اتفضل يا كابتن ناصر. كابتن اسلام هقول لك على حاجه. الكل هنا راح لايه؟ راح للعبه من خلال الشكل اللي لعب بيه محمد هاني. مظبوط. يعني كله اتخض. انا ما بحاسبش اللعبه على الشكل، على الخضه. انا ما بحاسبش، انا خدت على الخضه انا كمان. كل الناس شافت ان الدخول ده ازاي، يا نهار ابيض ده راجل راح. طب يا جماعه، هو الرجل لما راحت ديت سؤال، هي راحت عملت المخالفه في الوجه ولا لا؟ ده السؤال. اذا انا ما بحاسبش اللاعب على الشكل اللعب، ولكن عشان كده هنا في الملعب هو عمل ايه يا كابتن اسلام؟ هو نفس الشيء خد بالشكل. الحكم خد الشكل. بس راح اتفرج على الفار لما جابه. الفار قال له لا،
احنا مالناش علاقه بشكل، احنا عندنا اعتبارات القرار اللي احنا بنشتغل عليها اللي هي اسمها ايه يا كابتن اسلام، معايير اتخاذ الحكم للقرار. بيسالوه بعد المباراه انت خدت قرار الطرد ليه؟ لازم يقول لهم انا خدت 1 2 3 4، مش بمزاجك الموضوع، مش بالمزاج، ولكن ثاني بقول طرد غير مستحق، واستدعاء الفار لحكم المباراه كان استدعاء صحيح بنسبه 100%. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر، ودايما بتصحح لنا كل اخطائنا التحكيميه. هنا انا ما اقدرش اتكلم طالما كابتن ناصر، والحقيقه انا اقتنعت بالكلام اللي قاله، طالما رجل محمد هاني ما جاتش في وشه، وانا اتكلمت مع هاني وقال ان رجله ما جاتش في وش اللاعب فعلا، فانا بعتذر مره تانية، هي طرد غير صحيح، كده اقدر اقول ان هو طرد غير صحيح لمحمد هاني، لكن احنا كسبانين، كسبانين بشكل واداء الفريق، كسبانين بحاجات كتيره جدا وكبيره جدا طوال هذه المباراه في ظل وجود روي فيتوريا وهو مدير فني. انا وجهه نظري كان نفسه يلعب ب10 قدام الجزائر، او عشان يجرب، طبعا مش نفسه ولا حاجه، ولكن اقصد عشان يجرب. ف طيب خلينا نذهب مباشره الى الامارات العربيه المتحده ونهنئ منتخبنا الوطني من خلال منسقه الاعلامي. الحقيقه اللي زي ما قلت لحضراتكم من امبارح، انا بشوف ان محمد مراد عامل موجود في كل القنوات، وهو ده اللي انا دايما بقول، او ده دايما اللي بطالب بيه، ما ينفعش يبقى منسق اعلامي، مش على محمد انا بتكلم بشكل عام، لانه ده بتبقى ظروف معينه، لازم حتى في اوقات اللي انت بتتغلب فيها لا قدر الله لازم تطلع وتواجه الناس. والحقيقه محمد من هذا المعسكر او من بدايه هذا المعسكر لغايه دلوقتي، وبتلاقيه مع كل الناس وبيتكلم وبيشرح وبيقول وجهات النظر، وهنا بيحصل كذا وهنا بيحصل كذا. فانا بشكرك جدا يا محمد، استاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، بشكرك جدا طبعا على كل هذه التوضيحات اللي انت يعني انا شايفك في كل البرامج وبتوضح كل الامور، وده دايما اللي انا بطالب بيها يا استاذ محمد، ان انتوا دايما تبقوا معانا في وسطنا. انا عارف ان انتوا بتقولوا لنا حاجات كتير على الواتساب بيننا وبينكم وكل حاجه، ولكن في النهايه وجودكم اعتقد مخلي الناس كلها عارفه كل حاجه. حبيبه يا كابتن اسلام والله، وشكرا على الكلمتين الحلوين دول. لا هذه الحقيقه. وحبيبه يا كابتن، الله ربنا يكرمك، وانت عشان انت من الناس الاعلاميين المحترمين والناس اللي فاهمه، فدي حاجه كويسه. لا لا بالعكس، انت لو تاخد بالك اتفضل، لو تاخد بالك ان شايف ان يعني ما فيش اسئله، احنا مش عايزين نسال، احنا عايزين نهنيك، عايزين نقول لك توصل تهنئتنا لروي فيتوريا، توصل تهنئتنا للاتحاد المصري. احنا بننتقد ساعات الاتحاد المصري، بننتقد روي فيتوريا، بننتقد اللاعبين، ولكن النهارده الحقيقه يجب ان تصل التهنئه لكل فرد قام بدوره بنجاح، ولانها منظومه كامله، يعني من اول الشركه المتحده، المهندس سيف الوزير والاستاذ محمد يحيى لطفي، من اول الاستاذ جمال علام، الاستاذ خالد درندلي، كل اعضاء مجلس الاداره، ثم الجهاز الفني والجهاز الاداري، وطبعا المنظومه الاعلاميه الحقيقه اللي عامله شغل رائع خلال المعسكر ده يا استاذ محمد. حبيبي يا كابتن اسلام والله، وبشكرك مره ثانيه، والحقيقه يعني الحمد لله الدنيا ماشيه كويس، ويعني وببقى سعيد يعني الواحد الحمد لله بنعمل مجهود، بنحاول نساعد الناس وبنسهل للناس، وده دورنا، ويعني يعني شهادتكم دي حاجه بتخلينا الفتره اللي جايه نبقى احسن واحسن ان شاء الله، ومنتخب مصر يعني تستحق اكثر يا كابتن. نعم. ومصر تستحق اكثر، وعندنا كل الامكانيات ان احنا نبقى يعني في الرياضه نبقى دوله كبيره، واحنا دوله كبيره طبعا الحمد لله، بس عايزين نبقى في مكانه ثانيه احسن واحسن ان شاء الله. يعني سعيد يعني بالالتفاف القنوات والاعلام مع منتخب مصر، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتبقى احسن واحسن. كان نفسنا النهارده الماتش زي ما انت شفت، يعني الحمد لله شايف ان هو ماتش رائع جدا. يعني اتعرضت لطرد في الدقيقه 35 لواحد كنت شايفه من نجوم الفريق الحقيقه، محمد هاني. صحيح. كان موقف احد مفاتيح منتخب الجزائر، وظهر مستوى كويس جدا جدا. يعني ولكن رغم ده كله وانت بتلعب 10 لعيبه وبتلعب قصاد منتخب كبير جدا، منتخب من اقوى منتخبات افريقيا، وتقدر تحرجه وتقدر تحرز الهدف، وكنت قريب من تحقيق الهدف الثاني والثالث، لكن الحمد لله النتيجه جت كده والتعادل. يعني رغم ان هو مرضي بالنسبه لنا، لكن اللعيبه يعني بعد الماتش اللعيبه طالعه زعلانه على التعادل يا كابتن اسلام، ودي حاجه كويسه. انت كمنتخب مصر طبعا منتخب كبير، كان نفسك تفوز وكان نفسك تحقق الفوز، يعني ترشحات لتريزيجيه بعد المباراه، يعني قال لك انا احنا مش سعداء، احنا تعادلنا، كان نفسنا نفوز ونفرح الجماهير اللي كانت موجوده في الاستاد، ونفرح الجماهير اللي كانت بتتابعنا مختلف عبر مختلف القنوات.
يعني زي ما قلت لك يا كابتن، يعني اللعيبه عارفه قيمه تيشيرت منتخب مصر وعارفه اهميه ماتش زي ماتش الجزائر، يعني زي ما مسمينه هناك في الامارات لقاء الاشقاء او قمه الاشقاء او قمه العرب. ودي حقيقه كانت قمه عرب النهارده الحقيقه، الجماهير شكلها تفرح بالاستاد ده كابتن سلام، وده مش اول مره يعني يستضيف ماتشات للجماهير المصريه، لا قبل كده ماتشات كتير جدا سوبر اهلي وزمالك، واكثر من ماتش كان موجود على الملعب استاد هزاع بن زايد. ويعني وبس يعني، وانت قلت كلمتين يعني، بنشكر طبعا جانب الامارات، بنشكر الشركه المتحده للرياضه الحقيقه الاستاذ سيف الوزير والاستاذ محمد يحيى رتبي واتحاد الكوره جمال علام، والحقيقه والناس اللي موجوده في المعسكر الحاج عامر حسين رئيس الباسه والكابتن حازم امام، اللي والله بيبذلوا مجهود كبير جدا يا كابتن اسلام. وانت كلاعب كوره طبعا كنت يعني ولاعيب دولي كنت بتشوف الناس يعني بتبذل مجهود، لكن في وقت من الاوقات بيقابلك سوء حظ وما بتبقاش ما بتحققش النتائج اللي مرجوه منك، لكن الحمد لله مع مستر رويز فيتوريا انت الماتشات كلها الحمد لله ماشي بمستوى كويس، بتكسب اداء ونتيجه باستثناء ال 10 دقائق الاولانيين من ماتش تونس. ولو كان يعني مش عايز اقول بقى ايه، لعيبه الاهلي كانت موجوده واللعيبه المحترفين زي تريزيجيه والنني كانوا موجودين في ماتش تونس كانت النتيجه هتختلف، لكن الحمد لله القادم افضل والحمد لله اللعيبه كلها غير يعني طالعه زي ما قلت لك، هم مش سعداء قوي بالنتيجه، كان نفسهم طبعا النتيجه تخلص ب1-0 او الفوز، كان هيبقى طبعا الفرحه اكثر واكثر، وخاصه ان انت بتلعب ناقص لعيب كبير زي بحجم محمد هاني يا كابتن اسلام. الحمد لله اللعيبه كلها بعد الماتش كويسه، في بس المحترفين هيغادروا معسكر المنتخب خلال الساعتين اللي جايين دول، وفيهم ناس مشوا طبعا هيتوجهوا من مطار ابو ظبي ودبي لانديتهم في اوروبا، سواء مصطفى محمد او النني او تريزيجيه او عمر مرموش وصلاح. لعيبه الاهلي واللعيبه باقي اللعيبه كلهم ان شاء الله موجودين بكره معانا على الطياره. الطياره ترجع الساعه 2 بتوقيت الامارات، يعني واحده بتوقيت مصر، هنبقى ان شاء الله يعني الساعه 4 4 ونص نبقى في مطار القاهره. وان شاء الله كابتن يعني الاهلي داخل على ماتشات مهمه في البطوله الافريقيه، ونفس الامر باقي الانديه. نتمنى يا استاذ محمد، بما انك جبت برضو سيره الاهلي، اتمنى وده امنيه شخصيه والله بعيدا عن اي حاجه، ان يكون هناك تنسيق خلال الفترة القادمة ما بين المشرف العام على المنتخب أو أي حد، أنا ما أعرفش بقى يعني هي بتمشي إزاي في الاتحاد، وما بين كل الأندية مش النادي الأهلي بس، الأهلي وبيراميدز والزمالك ومودرن فيوتشر. بص يا كابتن، أنا بس يعني بستغل طبعا أنا بتكلم في قناة الأهلي وبتكلم في برنامج أحد نجوم النادي الأهلي كابتن سامي صبري اللي يحظى بمتابعة، ولا ده حقك والله يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. يعني والله المنتخب يعني مصلحته مع الانديه والانديه مصلحتها مع المنتخب، كلنا بنكمل بعض، احنا ما بنحاركش بعض، احنا بنكمل بعض. بالظبط. المنتخب لما يبقى كويس والاهلي كويس هنبقى فرحانين، والزمالك كويس هنبقى فرحانين، كله والانديه وبيراميدز وفيشر الفرق اللي بتشارك في افريقيا كلها لما تبقى مستوى كويس، كله في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحه مصر. مزبط. كله بيبقى في الاول وفي الاخر بيديك قوه ان انت منتخب كبير وعندك انديه كبيره وعندك انديه، حتى مستر فيتوريا بيبقى بيعلق على الحاجات دي، بيقول لك انا عندي لعيبه كبيره جدا وعندي انديه من اكبر انديه في افريقيا والعالم، فدي حاجه كويسه. بص يعني المعسكر ده كابتن اسلام ما فيش اي مشاكل حصلت. صحيح. ليه؟ لان انت زي ما قلت لك امبارح في المداخله، انت اللي بتنظم وانت المسؤول عن معسكرك من اول لاخر، فانت اللي بتحدد مواعيد الماتشات، انت اللي بتحدد مواعيد الوديات بتاعتك، انت اللي بتحاول. ايوه يعني انا تحديدا في مباراه الجزائر كان، لان الشركه المتحده شركه وطنيه وتعلم ان الاهلي عنده مباراه بعدها باربع خمس ايام او بثلاث اربع ايام، الماتش كان يوم 17 بقى يوم 16 يعني، او ده اللي احنا فاهمينه. فده معناه ايه؟ ده معناه ان هناك تعاون وتنسيق واضح ما بين الجميع. علشان ايه؟ عشان خلي بال حضرتك، هو عندما تتعارض المصالح مصلحه مصر الاول في كل شيء دايما. يعني دي ده كلمه الكابتن محمود الخطيب لهذا الامر، اتفضل. يعني طبعا الكابتن محمود الخطيب طبعا لعيب دولي ولعيب يعني علامه من علامات الكره المصريه طبعا. يعني رئيس افضل نادي في افريقيا، عارف اهميه منتخب مصر طبعا. زي ما قلت لك كابتن، انت المعسكر ده انت اللي محدد مواعيدك كاتحاد كوره او شركه متحده، انت اللي محدد، فعندك فرصه ان انت تساعد وتدعم النادي الاهلي في ان هو عنده ماتش يوم كذا، مش عايز يعني تضغط على اللعيبه في المواعيد وتخلي اللعيبه يروحوا النادي وهم جاهزين، لكن انت المعسكر بالذات وتحديدا مباراه تونس انت كنت محدد المواعيد دي من بدري من قبلها بفتره،
وجئنا بالاتحاد الافريقي جاي يحدد ميعاد السوبر الافريقي وقتها يوم عم اتذكر 15. فانت ده اللي سبب الازمه وسبب الخلاف وقتها. يعني احنا نتمنى ان ده ما يحصلش تاني، بس ادي الموضوع يعني من دلوقتي لو يعني الدنيا سهله يا كابتن. الامور كلها دلوقتي اعتقد ان هي يعني موجوده على الكالندر او على النتيجه، معروف مين هيلعب امتى ومين هيلعب فين وامتى المباريات الرسميه، وبالتالي عندما تتظبط عندما تكون هذه الامور بهذا الشكل خلاص يبقى احنا ما عندناش اي مشاكل، يبقى لا تحتاج الا قليل من التنسيق. ما ده التوضيح اللي بقوله لحضرتك كابتن اسلام، ان انت لما يبقى بايدك انت كاتحاد كوره او كمنتخب تحديد مواعيدك بايدك، فانت بتحدد مواعيدك وعارف ان في مثلا اي نادي عنده ارتباط فبتعمل الحساب الحاجه دي، يعني مثلا زي الماتش ده مثلا انت الاهلي عنده ماتش فانت رايت ان انت تلعب مثلا ماتش بالظبط، انت مثلا الاتحاد الافريقي هو اللي مسؤول عن تحديد مواعيد، فبيحدد، ملوش علاقه بقى بالانديه، ملوش علاقه بالمشاكل اللي ممكن تحصل. انت يعني ثلاث اربع معسكرات التخبط الاداري اللي احنا اتكلمنا فيه او اتفقنا فيه انا وانت كابتن امبارح اللي موجود في الاتحاد الافريقي هو كان السبب في ثلاث ارباع مشاكل معسكرات المنتخب. يعني اول معسكر لو حضرتك فاكر لروي فيتوريا كان النيجر وليبيريا، اول مره في التاريخ تلاقي ماتش رسمي لفريق كان ساعتها الزمالك، كان الزمالك فدي حاجه كانت غريبه جدا. انت الاتحاد الافريقي بتحدد نهائي بطوله كبيره زي السوبر الافريقي قبل الماتش باسبوعين او ثلاثه، مفيش حاجه من دي يعني مفيش حاجه، ما بنشوفش الحاجات والله الواحد دي حاجات غريبه جدا بيشوفها، ولكن في النهايه برضو اذا كان هناك قليل من التنسيق، خصوصا ان كل اللي موجودين في الاتحاد كره القدم كلهم ناس اسماء كبيره جدا ولهم ثقلهم ولهم طريقتهم ولهم وعلاقاتهم الجيده جدا مع النادي الاهلي، وبالتالي احنا عايزين بس التنسيق ده، لو كل واحد بس رفع السماعه وكذا كذا كذا الموضوع هينتهي، يا هقدر هخلي اليوم بدري شويه، هزود يوم شويه، هعمل كذا، اتفاق ما بين المدير الفني هنا والمدير الفني هنا، المواضيع كلها وجهه نظري يعني طبعا، وفي النهايه في مسؤولين عن هذا الامر، سواء خلي بالك دي وجهه نظر شخصيه ليس لها علاقه، نادي الاهلي له مسؤوليه واتحاد كره القدم له مسؤوليه برضه. وفي الاول وفي الاخر يا كابتن زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا بنكمل بعض، وكلنا يعني لما الاهلي يبقى كبير المنتخب يبقى كبير، باقي الانديه تبقى كبيره بالظبط، حاجه في الاول وفي الاخر بتصب في مصلحتنا ومصلحه الكل يعني باذن الله. استاذ محمد انا بهنيك واتمنى ان يصل صوتنا للجميع بالتهنئه، يعني زي ما الجميع بيقول لنا انتم بتنتقدوا، لكن اتمنى ان يصل صوتنا للجميع بالتهنئه زي ما قلت لحضرتك من اول اكبر واحد لغايه اصغر واحد، وبهنيك انت شخصيا على الشغل الاسبوع بالكامل الحقيقه، شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن اسلام وبشكرك تاني. انا اللي بشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا، الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني، زي ما قلت لحضراتكم حاجات مهمه جدا وكلام مهم جدا جدا جدا، قليل من التنسيق بيؤدي لهذه النتيجه، هتبقى ان شاء الله نتيجه جيده للمنتخب، الامور هتبقى اصعب شويه على النادي الاهلي، ولكن في النهايه هذا هو الامر، ان شاء الله اللي جاي بافضل وافضل وافضل عشان نقدر نصل بافضل شيء لمنتخبنا الوطني وافضل شيء للنادي الاهلي وللانديه البقيه اللي موجوده وبتشارك في البطوله الافريقيه. امبارح الاستاذ خالد الاتربي كان بيتكلم عن محمد صلاح وكان بيتكلم عن دور القائد وكان بيتكلم، واختلفنا انا وهو يعني في وجهات النظر، فالحقيقه النهارده انا شفت ان هناك قائد كبير جوه الملعب، وده اللي انا كنت بقوله امبارح، انه مهما كان مستوى محمد سواء كويس او وحش، ولكن محمد وجوده في الملعب زي ما شفنا كده بيخلي خمسه سته دايما حواليه. فخلينا ناخد الاستاذ خالد الاتربي. استاذ خالد ازي حضرتك الاول؟ ده اولا. ثانيا النهارده اولا رايك في مباراه منتخب مصر ورايك في اداء محمد صلاح النهارده. مساء الفل يا كابتن اسلام، بس عليك بس على كل مشاهدين قناه الاهلي، وطبعا طبعا مستوى قوي، المستوى المطلوب من منتخب مصر انه يكون كده. الروح يا كابتن اسلام صح، روح لعيبه منتخب مصر النهارده نشعر وكان من المباراه رسميه لم تكن ابدا طبع مباراه وديه. عايز اقول لحضرتك انه في المرات القليله جدا ان لعيبه المنتخب تكون اكثر حده بدنيه، وعايز اقول خاصه لمرحله العنف وفي بعض الاحيان وده ناتج عن شح كبير جدا، ناتج عن رغبه كبيره جدا في انك تقدم مباراه كويسه، رغبه في انك حاسس بالمسؤوليه، حاسس ان الامور بتقرب، حاسس ان انت بتلعب مباراه مع خصم قوي،
وزي ما قلنا يا كابتن امبارح قلنا ده بيبقى ناتج عن شخصيه مدير فني، شخصيه قائد في الملعب، صح، شخصيه لعيبه. بس احنا عمرنا ما شككنا الحقيقه في مثلا روي فيتوريا من الناحيه الفنيه، ممكن يكون النواحي الاداريه عندنا في مشاكل معاها، وده اللي انا كنت بتكلم فيه مع الاستاذ محمد مراد، والتنسيق اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. يعني مجرد تنسيق بسيط، المباراه كانت يوم 17 الحقيقه، اللي انا اعرفه ان المهندس سيف الوزيري والاستاذ محمد يحيى كان لهم دور في ان المباراه تبقى يوم 16 علشان النادي الاهلي، مش عشان النادي الاهلي ولكن عشان نادي مصري عنده مباراه بعدها باربع ايام في تنزانيا واولى مباريات الدوري الافريقي. فهنا التعاون دايما هو اللي بيوصل، التنسيق البسيط ده هو اللي بيوصلنا سواء لشكل منتخبنا الوطني الرائع او ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في المباراه الاولى. طبعا يا كابتن هو فظيع اصلا يكون في تعاون، خاصه لما يكون في اتحاد افريقي متخبط، لما يكون في اتحاد عشوائي بيضع اجنده المفروض ان هو عارف بطولاته عامله ازاي، فلما يكون الاجنده الدوليه قريبه من البطولات القاريه اللي عندي، صحيح، اللي انا بحطها بايدي، فلابد ان انا ولما ما يكونش في حلول لابد ان يكون في توافق ما بين كل الاطراف، لان مصلحه النادي الاهلي ومصلحه منتخب مصر، مصلحتين الاثنين عمرهم اصلا ما يكونوا متعارضين، عمرهم ما يكونوا متعارضين، صحيح، الطبيعي ان هم ما يكونوش متعارضين. طيب استاذ خالد، احنا امبارح اتكلمت عن القائد ووجود القائد، وكنت بتتكلم عن محمد صلاح، ما كانش عاجبك يعني ان محمد هو يعني ان الفرقه او المنتخب بياخد روحه من قائده سواء جوه الملعب او بره الملعب، المدير الفني. النهارده تحديدا انا قلت لهم هاتوا لي الاستاذ خالد، علشان لانه النهارده الحقيقه انا شفت ان محمد صلاح، وده الكلام اللي انا كنت بقوله امبارح، ان محمد صلاح سواء كويس او وحش وجوده بس في الملعب مهم جدا. لا هو في هنا جزء مهم. اتفضل. انا طلبت اللي انا طلبته امبارح من محمد صلاح انه يكون كده زي ما حضرتك يكون ايه، معلش مش سامع، يكون ايه، يكون كده زي ما حضرتك بالشكل اللي احنا النهارده شفناه بيه. هو ده، حتى انا شددت كلامي وقلت انا ما قلتش ان محمد صلاح، ايوه، بس انا جالي تعليقات كتير في الموضوع ده، فعشان كده انا جبتك النهارده عشان يعني الناس تفهم وتسمع. لا انا امبارح وانا بقول ويا ريت الناس حتى ترجع تسمع، انا قلت ان في فرق كبير جدا يا كابتن اسلام ما بين النجم وبين القائد. قلت النجم شيء ونجم الكره شيء، وقائد يشد فرقته ويشد اللعيبه بتاعته في الملعب في اوقات كثيره شيء ثاني. وضربت مثال بمباراه الكونغو لما قلت ان في وقت من الاوقات انا شفت محمد صلاح بيعمل ده. النهارده كابتن عماد متعب بيتكلم عن محمد صلاح في بين الشوطين وبيقول انا بعتبر ان دي افضل مباراه لعبها لصلاح مع المنتخب، واكثر، صحيح، واحده من افضل المباريات اللي لعبها محمد صلاح، اكثر مباراه، صحيح، وعايزين نركز بقى في الجمله اللي قالها واحد زي كابتن امام متعب، اكثر مباراه جريت فيها محمد صلاح. اوكي كابتن اسلام، انا مش هشوف الحاجه الحلوه حلوه ويقول عليها وحشه اطلاقا. اوكي المفروض دور النقد الرياضي ودورنا احنا ان احنا المفروض، صح، نشاور على السلبيه اللي موجوده او الحاجه اللي، برافو عليك يا استاذ خالد. هو حضرتك النهارده، لانه انا بقول لك من امبارح للنهارده جالي تعليقات سلبيه كتيره على الكلام اللي حضرتك قلته امبارح، فانا كنت بقول الرد، لان انا عارف رايك وعارف انت قصدك ايه وعارف ان ده دورك، انه النقد الرياضي هو موجود علشان التوجيه للناحيه الايجابيه وليس للنواحي السلبيه. اذا كنت بقول ان محمد يحتاج كذا، لما شوف امبارح انا كنت بقول ايه والنهارده بقول ايه، لما حصل اللي انا بطلب بيه اكون مبسوط. بالظبط كده، برافو عليك. مفيش بيني وبين محمد صلاح اي لا بالعكس، هيظل محمد صلاح هو فخر لينا كلنا. يعني انا اتحدث عن قائد منتخب بلد، صحيح، فلما اكون قائد منتخب بلدي انا اطالب منه ان يكون اكثر حمل واكثر حده، أيوه، واكثر اندفاع واكثر قوه ويعمل ده واكثر، اقول له برافو انت عملت اللي انا او وصلت للصوره اللي انا كنت اتمناها. وعلى فكره شفنا النهارده نفس اللي احنا كنا بنتكلم عنه امبارح، نفس اللي احنا كنا بنقوله، وده اللي احنا كنا عايزينه، صحيح، امبارح الاستاذ الحكيم كان وصل بيه في الكلام فنيا، يقول طب ما محمد يقعد احتياطي حتى وانا قاعد، صحيح، لا مش احتياط، وحضرتك قلت وجود محمد صلاح في الملعب لوحده
اهو الصوره لو انت بتتفرج على قناه الاهلي، هذه الصوره اللي انا دايما اتكلم عنها، ان وجود ما اعرفش هتتفرج الصوره دايما ايه، خير دليل وخير تعليق. اللاعب وجود محمد صلاح فقط في الملعب بيخلي الصوره دي دايما موجوده. اتفضل يا استاذ خالد. بالضبط، احنا عايزين يعني الحمد لله بحمد ربنا ان انت بتتكلم عن شيء ما قبل وما بعد، ويا ريت فعلا دور الاعلام يا كابتن اسلام. طيب. انه لم زي ما حضرتك عملت كده، يعني في ناقد رياضي اتكلم عن جزئيه وطلب وقال اتمنى ان اشوف ده، ولما حصل وده حصل فعلا بتقول له ايه رايك؟ صح، بقول لك لا طبعا ده اللي انا اتمناه ورغبتوه. زي انا في الاول الحلقه، انا كنت في اول الحلقه قلت ايه يا استاذ خالد؟ قلت ان محمد هاني يستحق الطرد خلاص؟ فجه الكابتن ناصر عباس وقلت لهم هاتوا لي كابتن ناصر، انا شايفها كده. فكابتن ناصر وضح لي موضوع او شكل ان يطرد امتى، في حاله واحده، لو رجله او الحذاء اللي لابسه يجي في وش اللاعب، فده ما جاش في وش اللاعب، وبالتالي هو تهور يصل للكارت الاصفر فقط، وبالتالي انا هنا اقتنعت فقلت انا اسف، عشان كده بقول ان هي طرد غير مستحق لمحمد هاني، يعني هي دي الفكره. ما هو الغريب هنا برضو ان احنا في حاجات برضو في التحكيم تحس ان مالهاش معيار، يعني كابتن سمير عثمان جابوه بين محمود سمير عثمان، جابوه بين الشوطين وقال لك طرد مستحق. اوكي، هو يعني ما دي انا هسمع كلام كابتن ناصر عباس يعني. وانا طبعا لان انا شايف ان هي فيها انتفاع وفيها يعني مش عايز اقول تهور، انما طالما القانون هنا بيقول ان لازم يجي الحذاء بالظبط يواجه اللاعب ده بقى خلاص. طيب انا بشكرك جدا يا استاذ خالد، انا بس حبيت ان احنا نتكلم في هذا الامر مره اخرى. شكرا جزيلا لناقدنا الرياضي الاستاذ خالد الاتربي. وصلنا لفقره حائط صد. الحقيقه محمد هاني خد بطاقه حمراء النهارده، بغض النظر عن ان هي بطاقه حمراء او تستحق او يستحق او لا يستحق. في ناس بتقول ان هو يستحق وفي ناس بتقول ان هو لا يستحق. انا اصبحت من الناس اللي بيقولوا ان هو لا يستحق بعد ما سمعت كلام كابتن ناصر عباس. طيب محمد هاني اول مره ياخد طرد، يمكن لعب 12 مباراه مع قبل مباراه الجزائر مع المنتخب وعمره ما خد طرد فيهم، وصنع هدفين، لاعب مهم زي ما سمعنا من الاستاذ محمد مراد المنسق الاعلامي لمنتخبنا القدم، وبيقدم مستويات رائعه خلال هذه الفتره. من بعد المباراه لغايه دلوقتي شفت بعض الهجوم الغريب على السوشيال ميديا بخصوص محمد هاني، وطبعا انا متاكد ان ده موجه من ناس معينه، من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لانه زي ما قلت لحضراتكم استقرار النادي الاهلي بيخلي الناس تبقى متضايقه تبقى زعلانه، فيلا اضرب في محمد هاني. والله انا سمعت مذيع في الراديو بيتكلم بهذا الشكل، اي ما كانش ينفع يا محمد هاني تعمل كده، وما ينفعش ان هي الكره تيجي كده، لان هي يعني في كره في الجنب وبعيده، ويعني والله في ناس غير متخصصه وبتتكلم بهذا الشكل، يقول لك الكره بعيده، اصله المفروض ما كانش يعمل كده، يعني هي لو الكره قريبه كان مسموح له ان هو يعمل كده. كلام غريب جدا الحقيقه الواحد بيسمعه في الراديو، تقعد تسمع كده وتلاقي طبعا في ناس فاهمه كره كويس جدا بتناقش المذيع اللي بيتكلم بهذا الشكل وتقول له يعني ما فيش حاجه اسمها كده، الطرد طرد واللي مش طرد مش طرد، يعني اذا كان مستحق فهو طرد واذا لم يكن مستحق فهو مش طرد. اتمنى ان يكون في عقلانيه في التعامل مع الموقف، لانه مباراة ودية في النهاية، يعني امال ايه هي فايدة المباريات الودية؟ مثل هذه الامور ان انا اغلط واصحح الاخطاء اذا كان هناك خطأ، تلعب وتكسب وتتعادل. يعني انا مراد وهو بيتكلم عن المباراة وبيقول ان هي ناس زعلانة، لا ما تزعلوش، احنا ما كسبنا النهاردة اكتر بكتير جدا من التعادل، اكتر بكتير جدا من التعادل، المهم استفادتك انت. والحقيقه محمد هاني من وجهه نظري واحد من افضل اللاعبين ويستحق التحيه على المستوى اللي بيقدمه خلال الفتره اللي فاتت، يمكن دي تاني او تالت مره اتكلم فيها عن محمد هاني، لانه يستحق، واعتقد انه هيكون دائما من الاختيارات الاساسيه لروي فيتوريا خلال المرحله القادمه. انا حبيت بس اتكلم بسرعه في موضوع محمد هاني، سواء كنت شايف ان هو كارت احمر يستحقه او لا يستحقه، ما ينفعش نتعامل مع محمد هاني بهذا الشكل، بعض من لا يشجع النادي الاهلي رايحين في اتجاهات مش لطيفه، لكن في النهايه هي مباراه وديه وانتهت، واستطاع منتخبنا الوطني ان يتعادل في هذه المباراه، او المنتخب الجزائري اللي تعادل مع منتخبنا الوطني، وفي نفس الوقت
مكاسب كثيره جدا في هذه المباراه. نروح للاهلي واللي بيحصل في الاعلام الحقيقه، والحقيقه انا مش عارف امتى بعض الناس هيبطلوا يتكلموا على انتوني مودست. الراجل لسه في البدايه، وزي ما قلت لحضراتكم ممكن نكون ما شفناش منه حاجه لغايه دلوقتي، ولكن عندما يستعيد لياقته البدنيه ويقف على رجله نقدر نتكلم في هذا الامر. بعض البرامج مستلمه الموضوع ده بس، وكان عالم كره القدم انتهت وما بقاش غير فيه مودست اللي موجود في النادي الاهلي. بتتكلموا على بقيه الانديه وتكلموا على كل شيء، خلوا الراجل يقف على رجله الاول وبعد كده نتكلم عنه. هو كل ماتش لازم يسجل هدف واثنين وثلاثه، كلنا بنقول هذه الكلمه ان الرجل حتى الان لم يصل ل 20 30% من مستواه. هو هيجيب مستواه ازاي الا من خلال اللعب في هذه المباريات؟ الحقيقه الموضوع كمان تخطى فكره الانتقاد الفني اللي في رايي مش مبني اساسا على وجهه نظر منطقيه، لانه لسه بدري، لسه بدري ان احنا نتكلم. يعني انا اقدر احكم على مودست كمان خمس ست مباريات، ولكن الانتقاد تعدى هذا الامر ووصل ان مودست قال لك هيكون سبب للاطاحه بامير توفيق، واصل الكابتن محمود كابتن محمود الخطيب مش مبسوط من امير ومش مبسوط من مودست. والله يا جماعه الكلام ده غير حقيقي. كابتن خطيب ربنا يديله الصحه، كابتن خطيب مش متضايق، وامير ما عندوش مشكله. مودست هو لاعب في النادي الاهلي لم يقف او لسه لم يصل الى مستوى لياقه بدنيه 100% او 80%، مش هقول لك 100%، فهيحظى بكل الدعم زيه زي اي لاعب من الفريق ومن الجهاز الفني اللي بيدعمه، وهيفضل يدعمه طول ما هو لاعب في النادي الاهلي، وانا متاكد ان الجمهور هيفضل يدعم هذا اللاعب. النقطه الاخيره في حائط صد، لاعب سابق ما ينفعش اقول عليه محلل الحقيقه، لانه اراؤه مبنيه على مبدا خالف تعرف، وخالف بلاش خالف تعرف، خالف تعمل ترند، او خالف تجيب مشاهدات، او اعمل نفسك كوميدي ونطبل يعني الحاجات اللي حضراتكم هتنجح. طلع يقول ايه؟ كولر ملوش تاثير على فريق النادي الاهلي. كل ما تطلع تقول كده كل ما هطلع اقول ان انت عروسه بيتلعب بيك. يعني ايه الفوز بيبقى مجهود اللعيبه فقط؟ مش فاهم الحقيقه. الواحد مش هيرد مره تانية على هذا الكلام، لانه كلام لا يستحق الرد، ولكن كل شويه هقول لكل جمهور النادي الاهلي انه اسمعوا الكلام ده واضحكوا، او قولوا له كفايه تهريج بقى. التهريج له حدود برضه، ما ينفعش تطلع تقعد تقول اي كلام في اي كلام برضه. اتمنى ان الرساله توصل، وانا عارف ان الرساله بتوصل، بيسمعوا له كل حاجه، فانا عارف ان الرساله بتوصل. نروح للفقره القادمه، فقره بالعقل. قلت لكم لسه هتكلم عن الجمهور، والحقيقه مشهد الجاليه المصريه والجمهور المصري النهارده لمسانده منتخبنا الوطني في المباراه الوديه امام الجزائر على ملعب هزاع بن زايد كان مشهد راقي ورائع. جمهور مصر النهارده بيقدم اكبر واجمل رد على كل مثيري الفتن. شفنا المشجع المصري لابس تيشيرت كل الانديه، الاهلي وجنبه مشجع مصري تاني لابس تيشيرت نادي الزمالك، لابسين تيشيرت الاسماعيلي، كل في المدرجات على قلب رجل واحد، على قلب اسم مصر. المدرجات المشجعين المصريين داخل المدرجات اكيد كل واحد له انتماءاته وكل واحد له ناديه اللي بيحبه، ولكن الاسماعيلي، محل الاتحاد، غيرها كلها الانديه الشعبيه. ولكن لما الاجواء بتكون صحيه داخل الوسط الكروي، وده اللي احنا دايما بنسعى له، ولما ما بيكونش فيه تجاوزات، الكل كل اللي احنا بنقوله ده بينعكس على المدرجات وعلى دعم منتخبنا الوطني وعلى دعم النادي الاهلي وعلى دعم بقيه الانديه وعلى الشكل الحلو اللي شفناه النهارده. احنا شفنا مشهد رائع، نفسنا او انا نفسي الحقيقه ان هو يتكرر في مصر خلال الفتره اللي جايه، يتكرر في كل مباريات المنتخب. هل يعني ينفع احلم اكتر من كده واقول ان انا نفسي اشوف المنظر اللي احنا شفناه النهارده؟ للاسف ما عنديش فيديو، ما عنديش حقوق عشان اقدر اوري حضراتكم، ولكن نفسي اشوف المنظر اللي شفناه النهارده ده حتى في مباريات الدوري. الاهلي والزمالك لما يلعبوا مع بعض، الاهلي والاسماعيلي لما يلعبوا مع بعض، الاهلي والمصري لما يلعبوا مع بعض، الاهلي والاتحاد لما يلعبوا مع بعض، الاهلي والبلديه لما يلعبوا مع بعض. احنا شعب طول عمرنا شعب محترم ومشجعين لكره القدم بيحبوا بلدهم قبل ما يحبوا الانديه،
والمشهد النهارده اكبر دليل على الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم. انا عارف ان معظم التيشيرتات اللي ملبوسه النهارده تيشيرت منتخب مصر، اكتر حاجه بعد منتخب مصر تلاقي تيشيرت النادي الاهلي، ولكن لما بيكون الوسط الرياضي منضبط والموجودين اللي فيه منضبطين وان مفيش دخلاء على هذا الوسط الكروي والرياضي بتكون الصوره حلوه. كنا محتاجين المشهد الجميل ده من زمان. الحمد لله الفتره دي بنشوف هذا الشكل الراقي من الجمهور اللي اكيد بيتفرج على كل البرامج الرياضيه وما بيشوفش حد بيشتم ويعمل ويطلع ويعمل كذا. ده كل انا بدافع عن النادي بتاعي وغيري بيدافع عن النادي بتاعه، وده بيدافع عن النادي بتاعه بمنتهى الاحترام والادب، ومنتظرين استمرار وتطور الشكل كمان. بتفرق جدا جدا جدا. اللعيبه ما كانتش هتلعب بهذا المستوى لولا وجود الجمهور المحترم في المدرجات. والكلام ده كله بيفرق في صناعه كره القدم. انا متاكد ان اكتر واحد مبسوط هو المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد يحيى. انا متاكد ان هم مبسوطين، اكتر اتنين مبسوطين، بدليل شايفين حاجه جميله عايزين يطبقوها هنا مع كل الاجهزه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه. وخلي بالك ده نتاج المجهود الشركه المتحده وهذه الشركات، وعملوا الشركه المتحده عملت الشركات دي مع اشقائنا في الامارات، ده لصالح مين؟ لصالح كره القدم المصريه. حتى الاعلام يلاقي صوره حلوه يستعرضها. فانا بشكر جدا جدا جمهور كره القدم المصري اللي موجود في الامارات على هذا الاداء الشكل الراقي والصوره المشرفه. ف مرة تانية شكرا جزيلا لكل هذا الجمهور الرائع، شكرا جزيلا. النهاردة هنتكلم أكتر عن المنتخب وعن كل ما يخص المنتخب، لأن بالفعل منتخبنا الوطني عمل حاجة رائعة جدا وتنظيم رائع وكل حاجة حلوة. وإن شاء الله من بكرة ثلاث وأربع وخميس وجمعة هنتكلم عن مباراة النادي الأهلي وسيمبا. هل ده معناه إن إحنا مش هنتكلم عن الأهلي وسيمبا؟ هنتكلم كتير قوي برضو عن الأهلي وسيمبا. خلينا بقى نروح نشوف تقرير وجولة الأخبار المحلية والعالمية، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا الكبار الأساتذة الكباتن كابتن محمد حشيش، كابتن أسامة عرابي، أستاذ عصام شلتوت، الأستاذ محمود شوقي في ضيافة البيت الكبير، ونقاش مفتوح عن النادي الأهلي وعن منتخبنا الوطني. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاستاذه بدون ترتيب، طبعا كلهم لهم الاحترام وكل شيء جيد، ولكن بدون ترتيب لانه القعده النهارده اتلخبطت شويه. كابتن محمد حشيش، ازيك يا كابتن؟ ازيك يا سلام. استاذ عصام شلتوت، ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا بك كابتن اسلام، مشرف ومنور. ايضا كابتن اسامه عرابي، ازيك كابتن اسامه؟ الله يخليك يا رب. الله يكرمك. استاذ محمود شوقي، مشرف ومنور. اهلا بك كابتن اسلام، اخباركم ايه؟ كله تمام؟ قبل ما نتكلم عن او مع اساتذتنا وكباتننا الكبار، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن منتخبنا الوطني ونرجع نكمل، او فوز او تعادل منتخبنا الوطني النهارده، نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. بأداء أكثر من رائع ورجولة كبيرة تمتع بها لاعبو منتخب الفراعنة، نجح منتخب مصر في فرض سيطرته على مجريات مباراته أمام منتخب الجزائر التي جمعت المنتخبين في العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي. ورغم النقص العددي الذي عانى منه المنتخب الوطني منذ الدقيقة 29 من الشوط الأول، إلا أن أبناء الفراعنة نجحوا في إحراز هدف أكثر من رائع عن طريق حمدي فتحي، وتعادل منتخب محاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع. وشهدت المباراة تألق كل لاعبي منتخب مصر طوال 90 دقيقة، كما نجح فيتوريا في إدارة المباراة فنيا بشكل أكثر من رائع، وهو ما انعكس على شخصية منتخب مصر. وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، سواء الجمهور المصري أو الجزائري. وبالتعادل أمام الجزائر أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا معسكر أكتوبر الناجح بكل المقاييس، والذي أقيم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من التاسع وحتى 17 من الشهر الجاري.
ويأتي المعسكر ضمن برنامج استعداد المنتخب لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق نوفمبر المقبل بمواجهة منتخبي جيبوتي وسيراليون بالجولتين الأولى والثانية، وأيضا استعدادا لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار يناير المقبل. خاض الفراعنة مبارتين وديتين قويتين خلال المعسكر المغلق، حيث حقق فوزا صعبا في الودية الأولى على نظيره الزامبي بهدف دون رد الخميس الماضي، كما واجه الفراعنة منتخب الجزائر في التجربة الودية وانتهت بالتعادل. وتعود إلى القاهرة عصر غد بعثة المنتخب الوطني قادمة من الإمارات على متن طائرة خاصة. طيب رجعنا لحضراتكم مرة أخرى، هنتكلم عن الأداء الرائع الحقيقة لمنتخبنا الوطني. أخد يعني رأي حضراتكم، وزي ما دايما متعودين احنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم يعني حلقة نقاش، أنا بتكلم مش مذيع، احنا بنتكلم مع بعض كلنا. أبدأ بكابتن حشيش. يعني أنت صحيت لما قلت فوز منتخب مصر، هو الحقيقة فوز أو مكسب في حاجات كثيرة بغض النظر عن نتيجة التعادل يعني، إنما هو فعلا مكسب، ومكسب في حاجات كثيرة جدا جدا يعني. اولا استعاده الروح، استعاده الثقه في اللعيبه والجهاز الفني بالنسبه للجماهير، اداء رجولي في مباراه انا مش معتبرها وديه، هي مباراه اشبه بالرسمي يعني. اللي بيتفرج على المباراه ما يعرفش المباراه دي في ايه، هيقول دي مباراه رسميه في امم افريقيا، يا في تصفيات. الحماس والقوه والجهد واللعب لغايه دقيقه 100 الحقيقة لا يعني أداء رائع بالنسبة لمنتخب مصر. كمان يعني أنك تلعب مدة طويلة جدا صحيح وانت ناقص واحد في مباراة كبيرة مع خصم كبير مصنف إفريقيا مليان محترفين، الأداء كمان يعني ما تحسش وانت قاعد، ودي أهم حاجة، أنك ما تحسش في أي لحظة من المباراة بعد الطرد أنك ناقص. صحيح انت بتلعب وبتلعب مجموعة واحدة، وبصراحة يعني لازم نشيد كمان بفيتوريا في التشكيل من البداية، غير التشكيل عن مباراة زامبيا، لعب بطريقة تناسب المباراة. يمكن يعني منتخب مصر دخل المباراة في الأول يعني متأخر شوية، إنما بعد كده ابتدى يبادل بقى طبعا الجزائر الهجمات، وكنا أخطر الحقيقة منهم في الهجمات المؤثرة على المرمى. احنا تخيلنا بقى بعد الطرد هيحصل انكماش، هيحصل الدنيا هتبقى لا، انما تحس انك بتهاجم وبعدين لاخر لحظه انت بتهاجم كمان يا اسلام، وانت ناقص حتى صعب قوي انت ناقص وفي اخر المباراه انك تهاجم كمان بالطرفين يعني. طيب استاذ عصام، يعني في تباين في الاداء لمنتخبنا الوطني ما بين مباراه زامبيا ومباراه الجزائر، هل دلوقتي نقدر نقول مثلا ان يعني على قد الماتش بتلعب ولا ايه؟ لا، هو التباين سببه السيد فيتوريا. تمام. لانه المكاسب بتاعت عوده الروح والثقه وجزء من الهويه بتاع منتخب مصر، هو ده اللي يعول عليه. صح. لعيبه لقت انها مفيش سبيل غير انها تستعيد ذاكره انهم نجوم حقيقيين، ان ده منتخب مصر. لكن السيد فيتوريا يبدو انه بيخلط بين المنتخبات والانديه، وبالتالي لا هو جه على اللعيبه اللي زي مثلا طارق حامد. طارق حامد ليس باللاعب اللي ينزل بعد ما الماتش اتلعب، يعني اما انك كنت تقسم لعيبتك، ما دي بقى المنتخبات، انا معايا 25 لعيب يا 11 و11 يفتح التغييرات، يا اما يبقى عندي نفس الواجبات لنفس اللاعبين شوط وشوط او ماتش وماتش. وبالتالي يظل المكسب الرئيسي هو ان اللعيبه بدات تحس بثقل المهمه وان منتخب مصر يستحق ده. المشكله كلها انه ما فيش لجنه فنيه. لو في لجنه فنيه كانت لما تعمل الحصاد بتاع مباراه زي دي، طبعا اللجنه الفنيه لا بتتدخل في التشكيل ولا تقول له لعبت مين ولا لعبت مين، لكن عشان يعني تقعد معاه تقول له احنا جايين منين، رايحين فين، عملنا ايه، ماذا بعد. طيب. ان قدمنا في تنزانيا في زامبيا مباراه، ثم امام منتخب الجزائر مباراه اخرى. حسنا فعل ان هو لما حصل انه اطرد مننا لاعب
فكر باحترافيه وعلى قدر منتخب مصر، واعتقد انه رجع لمساعدينه فلم يسحب بالطريقه التقليديه مهاجم ويلعب بمدافع بديل لمحمد هاني، وبالتالي كان يقول للجزائريين انا بقول لكم انتوا دايما ليد علينا وكذا، فابقى على ثلاث مهاجمين طبعا اثنين وفي وسطهم فكره رائعه منه الحقيقه، فكره رائعه منه الهبت حماس اللاعبين، وجود تقيله زي النني كان ليها مفعول السحر. صح. بعد ما اللعيبه كان الماتش في الاول تقيل عليهم بدا يصرخ يتحدث يعني وكذا، زي ما حضرتك قلت او كابتن حشيش قال اول 10 دقايق كانت الدنيا رايحه جايه يا كابتن اسامه، وكان يعني النني حتى النني معروف ان هو احسن حاجه بتتعمل ان هو بيعرف باص باص زيزو اللي هو بيغلطش في باص، عمل 3-4 ميس باس. أيوة. نعم. في اول المباراه وبالتالي الضغط اللي كان بينفذه المنتخب الجزائري استطاع المنتخب المصري ان هو يتغلب على هذا الشكل بقوه اراده وبوجود مجموعه رائعه في وسط الملعب ووجود خط دفاع على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت عوده محمد صلاح ومصطفى محمد وزيزو الحقيقه وقبل ما يطلع طبعا تريزيجيه رائع الحقيقه للمباراه الثانيه على التوالي لمستواهم الكبير يعني. هو فرق كبير جدا بين مباراة النهاردة ومباراة زامبيا. مباراة زامبيا تحس ان التفكير بتاع اللعيبة ما كانش حاضر قوي في مباراة زامبيا. زامبيا كانوا بيلعبوا باسلوب مختلف شوية عن المنتخب الجزائري، كانوا متحفزين قوي في الشوط الاولاني، وانت بتلعب بتلاتة ارتكاز في نص الملعب، ودي كانت عاملة مشكلة للمنتخب المصري. هو حمدي فتحي وطارق حامد والنني كان معظم اللعب كان مع الماتش الاولاني تحس ان اللعب كله كان عرضي 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 عرضي، ما فيش اختراقات طوليه، ما فيش مسانده لصلاح، ما فيش مسانده لتريزيجيه، ما فيش مسانده لمصطفى محمد. يمكن هو تداركها الشوط الثاني لما غير ونزل زيزو فابتدى بزيزو النهارده. يعني على اساس زيزو بيقدر يكمل الناحيه الهجوميه، بيعمل كثافه وصانع العاب وابقى على حمدي والنني في نص الملعب. أيوة. وزيزو اضافه ودخل صلاح للعمق شويه، يعني خلى اكننا بنلعب 4-4-2. ايوه يعني 4-3-2 او يعني في ظل غياب واحد. صحيح. يعني ف 4-3-2 يعني هو حمدي والنني هم اللي في نص الملعب. صح. وزيزو واخد الجبهه اليمين وتريزيجيه الجبهه الشمال، وصلاح داخل تحت تحت مصطفى محمد شويه. ده من بدايه انا بتكلم على البدايه قبل الطرد فالنهارده تحس اللعيبه في بذل جهد اكتر، حاسين بالمسؤوليه اكتر. صحيح. عارفين ان المنتخب الجزائري طبعا اتقل بكتير من المنتخب الزامبي، وان كان النهارده مش في يعني في لحظات قليله من المباراه ظهر بالمظهر المعروف عنه، مش كل لعيبته كانت في احسن حالاتها، لكن المباراه النهارده افضل كتير من مباراه زامبيا، ولكن ما زالت الخطوره على المرمى مش كبيره قوي، يعني ما فيش خطوره. يمكن تاثير طرد محمد هاني ممكن تكون تاثير طرد محمد هاني طبعا ونزل عمر كمال باكرايت قلل شويه النواحي الهجوميه وابتدت السيطره للمنتخب الجزائري، لكن في بذل جهد كبير من اللعيبه، في اصرار. طيب. يعني في لعيبه كتير بس عشان قبل ما تقول من اسامه معلش يا محمود الظاهر منتخب مصر بيجيد دايما لما يبقى تحت ضغط. واضح جدا في المباريات العاديه لازم يبقى تحت ضغط عشان كلها. احنا بقى هنفضل نعمل كده يعني لازم يعني منتخب البرازيل بقى والمنتخب لان انت شفت بدايه المباراه عامله ازاي وبعد الطرد عامله ازاي. كميه الجري من انا ما حشيش من كميه الجري من كام لعيب زادت قوي لما حصل طرد. يعني مصطفى محمد جري كتير جدا النهارده عن صحيح صلاح احسن من طبعا من المباراه اللي فاتت كلهم يعني في نص واحده من افضل المباريات دي الحقيقه يعني نص الملعب احسن من الفتره اللي فاتت. طيب. برضو حمدي وهاني لما كان قبل ما يطرد او عمر كمال يعني الى حد كبير النهارده الاداء. طيب. افضل من مباراه زامبيا. طيب. لازم يحلفوا عليها كابتن اسامه بتروح على محمود انه ما يلعبش تاني على مستوى اول، مفيش وقت خلاص. صحيح. طبعا يعني خلاص مفيش مباريات وديه لغايه التصفيات يعني. لا مفيش ماتشات وديه، الماتشات اللي جايه رسميه كلها في شهر 11 15 و19 على ما اتذكر، وخلاص وبعد كده هتلعب كاس قبل ما اسالكم كلكم عن الطرد لانه
بتتباين وجهات النظر في طرد محمد هاني، ولكن بعض التغييرات الواضحة اللي عملها روي فيتوريا في هذه المباراة الحقيقة أدت لارتفاع مستوى المنتخب. يعني من المرات القليلة اللي بشوف ان اللعيبة اللي نازلة، يعني انت بتتكلم عن عمر كمال بدل زيزو، فانت مستريح وانت قاعد بتتفرج. أيوة. مرموش بدل تريزيجيه، فانت برضو مستريح وانت قاعد بتتفرج. ياسر ابراهيم بدل من علي وياسر شال واحدتين ثلاثه جامدين جدا. طارق حامد بدل حمدي فتحي وحسين الشحات. الحقيقه اللي انا بشوف ان هو نزل عمل وقفه وبيلف وبيعمل طبعا. في عمل وقفه معكم. هقول لك يا كابتن اسلام تفسيري للراحه النفسيه اللي حضرتك حسيتها دي. حاجه يعني غريبه. بدايه بس انا سعيد بالصحبه الجميله دي حبيبي، واستوقفني بس القلم الاحمر الجميل بتاع الكابتن اسامه وقلمه الاصفر ومذاكرته الرائعه للماتش. هو ماشي واحد بيتفرج على الماتش ثلاث مرات. لنا فني النبي الكابتن اسامه يا جماعه ده ثلاث مرات مش مره يا كابتن. ايوه صح. اسامه جاي وده يعني على فكره كل محللي قناه الاهلي دايما او معظمهم مش هقول مين. أيوة. لكن سمير انت شايفنا ولا جايبنا ولا طب يلا زي ما انا اهو. كابتن اسامه ما شاء الله عليك. يعني كابتن اسامه لا ودي كمان كابتن اسامه برضه الدنيا كلها كالعاده. لا الناس كلها ايه نغش منه كابتن اسامه عربي. يا جماعه يعني بصوا والله يعني هتصرف شغله كده كابتن اسامه هو كانه مدير الفني بين الشوطين. الحكايه الله يخليك. هو مدرب كبير. برافو عليك يا محمود والله. كان لاعب عظيم ومدرب محترم وكان دؤوب في الملعب ودؤوب في المذاكره كمان. هو محلل يعني. الله يخليك. تفسير يا كابتن اسلام للحاله الراحه دي، لو حد نزل مكان نجم او النجم بره نزل مكان لاعب اخر، هي القماشه. في اعتقادي ان منتخب مصر يمتلك قماشه على فيتوريا الترزي انه يستخدمها بالشكل اللي يناسب قيمه منتخب مصر. الترزي دي على فكره اسم حاجه حلوه يعني عشان محدش يقول لك ده بيقولوا كذا. لا الترزي اللي بيصنع من القماشه صحيح. احسن بدله واشيك قميص. صحيح. احنا عندنا قماشه محترمه جدا، عدد كبير جدا من النجوم داخل مصر وخارج مصر، وبالتالي فيتوريا في اختبار مهم. هو مشروع مدرب كبير في اعتقادي يعني، لكن عاوز اخد من كلام الكابتن حشيش والكابتن عصام انه مواجهه الفرق، انا مش هتكلم في الجزء الفني اكتر، لكن انا شايف انه مواجهه الكبار يا كابتن اسلام تخلق فريق كبير. صح. مواجهه الكبار تصنع بطل. يبقى خلاص نعمل بقى زي استاذ. ما انت معلش بس انت برضو لظروف كثيره جدا ممكن جدا تروح تلعب مع تصنيف ثاني وثالث، ما مش هتفضل تلعب مع لا كابتن هيخلص. الناس يا كابتن اعلنوا غير مره المغرب ثم الجزائر اهو، قال لك بقى لنا سنتين بنقول عايزين نلعب مع منتخب مصر. لا يا كابتن اسلام لا مش حقيقي. وانت تختار كراته ماطه. تقدر تواجه تصريح جمال بالماضي قال كده. تقدر تواجه منتخبات كثيره تصنيف اول وثاني ونبعد عن الرابع والخامس شويه. الفكره مش فكره ان انت يعني احنا مش عاوزين بس ايه نقابل منتخبات افريقيه ضعيفه جدا جدا جدا. مفيش وقت يا محمود. مفيش وقت. وكمان مفيش وقت يسمح بكده. لو انت رجعت بالتاريخ يا كابتن لو رجعت بالذاكره كل ماتشاتنا مع المنتخبات الضعيفه قوي بيطلع شكلنا وحش. صحيح. صح. رغم ان متوقع ان انت تكسبهم سبعه. صح. او ثمانيه، فتلاقي نفسك ده حتى في الرسم كسبان. هتلاقي نفسك كسبان مكسب مخجل وشكلك تكتيكيا مش كويس. اذا المواجهه مضره مش مفيده. صحيح. وبالتالي مواجهه الجزائر النهارده واحده من اهم الماتشات حقيقي اللي تقدر تبني عليها للقب. حد هيقول لي ممكن يكون بدري شويه. لا مش بدري. مواجهه الجزائر النهارده بالشكل ده بالتيم ده والجزائر فول تيم تقريبا. صح. ده بيؤكد لك انك امام منتخب كبير يقدر يروح لابعد نقطه. طيب. في امم افريقيا اللي جايه. طيب اسال حضراتكم ولا لا الاول. تمام. طرد محمد هاني يستحق الطرد ولا لا من وجهه نظر؟ لا انا بقول ما استحقش لبس حاجه لحاجه واحده. استاذ عصام طرد محمود لا ما يستحقش. لا يستحق اثنين. ليه بقى؟ انا كابتن اقول لكم برضو انا جبت انا كنت قايل ان هو يستحق الطرد. طيب. في بدايه الكلام جبت الاستاذ كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر عباس قال لي شرط من شروط الطرد في كره زي دي ان رجله تيجي في وش اللاعب فملمس. تمام. وش اللاعب رجله جت من جنب وش اللاعب وبالتالي هنا تهور واندفاع يستحق عليهم الكارت الاصفر. طيب انا عايز اقول حاجه بقى. ده الكلام اللي انا رايي يعني راي الشخص ممكن يكون صح او غلط يعني. في فرق بين التهور والتعمد. ايوه صح وقال كده على فكره. التهور قال لي هو رايح يلعب مش رايح التهور مش ان انت لان كمان يزي. خلي بالك هو رايح مش شايف الراجل يعني استاذنك ده ينفع في الرقوبه الاداريه اللي هي فكره بعد الكارت الاحمر ياخد واحده ولا اثنين ولا ثلاثه في الماتشات. لكن ده الضرب او محاوله الضرب البصق او محاوله البصق. طيب انا بقى بقول ان التعمد انا راي الراجل راح على الجون وشديته او مسكته ده طرد. الراجل راح يجيب جون او انا داخل على مكان
في اصابه جامده زي ابصبت رجل او انكل او متعمد داخل وش في وشه، انما هاني في الكره دي مش شايف، هو بيعمل كده يعني انت فاهم، فما فيهاش حته التعمد واندفاع بس. التهور انذار، انما التعمد دي طرد. انا ده رايي يعني. ماشي، بس القانون ما فيهوش متعمد او مش متعمد. أيوة. انا ممكن اعمل ركله جزاء وانا مش متعمد، هي ركله جزاء تمام. فهو اندفاعه في الكوره ومحاوله لعبها، والراجل الثاني اللي هو احمد توبه الظهير الايسر بتاع الجزائر، حتى انت لو تاخد بالك هو ما رضيش يحط دماغه لانه هو حاسس بالخطوره. هو تمام. كش دماغه شويه تمام. لا لا هو كش دماغه، هو كش دماغه، هو كان بيحط دماغه لما لقى رجل هاني. فانا اتصور ان هي وجهات نظر، يعني هي وجهات نظر. ان وجهات فيها نظر. اكتر من وجهات النظر انه اساسا القانون تفعيله علشان هذه اللعبه لا تكرر. اولا هو كلاعب ما عندوش اي سبب للقفزه دي. الله ينور عليك، ولكن حلو جدا، وبرضه خليك معايا يا استاذ محمود. هو السبب الوحيد ان هو عايز يلحق الكوره قبل ما تروح للخصم. بس هل هو شايفها يا استاذ عصام؟ مش شايفها ولا مش فارق معاك؟ هنا وانا يعني سالت يعني شخص محترم من اصدقائنا يعني الكبار العرب، يعني لانه فعلا فكره التعمد، قال لي كل ده يصلح في العقوبه ما بعد الكارت، يعني هياخد يعني ماتش ولا اثنين ولا ثلاثه عن تعمده ولا عن مجرد استهتار، ولكن هي كارت ولا عشان يوقف القانون فكره انك تفكر حتى بالطريقه دي لو مش عايز تاذي، لربما تاذي دون ان تطلع. بس هي هنا يا استاذ محمود انت شايف ولا مش شايف؟ انا لو مش بالزبط. شايف هل الموضوع ده ما يفرقش خالص في الموضوع؟ وبعدين الموضوع ده هيتكرر يعني طبعا. اصل اللعيب بيبقى مش شايف الكره، الكره بتعديني فانا عايز انط اجيبها. ما اعرفش ان الراجل قدامي وداخل، انما التهور بقى ان محمود قدامي وانا نازل تاكلينج فيه وشايفه ورايح على رجله. بالظبط هي دي تعمد. كابتن اسامه قال ضرب الجزاء فبيصفر ضرب الجزاء. ماشي، ضربه الجزاء هي في الجزاء مثلا دي عقوبه فنيه. العقوبه الاداريه لك كروت، فلو في ضرب الجزاء يا كابتن اسامه ممكن ياخد معاها كارت اداري اصفر. الاحمر له مواصفات ثانيه خالص وله ضوابط ثانيه، المكان والطريقه والكلام ده كله في ركله الجزاء تحديدا. وكمان في ركله الجزاء ما بقاش في عقوبه مشدوجه، ان انت ممكن تاخد ضربه جزاء وتاخد اصفر ما تاخدش احمر. اقصد اقول انه انت ممكن تحسب قرار، بس التعمد بيفرق طبعا. ده في اعتقادي انا طبعا. التعمد بيفرق، التعمد احمر. كده برضه انا التهور في مثل هذه الحاله في اعتقادي انا ممكن يكون غلطان. خلي بالك في الاخر، انا اعتقد خلي بالك ده اصل هو يا كابتن اللي حصل ايه؟ ان هناك خلاف او اختلاف حصل ما بين حكم المباراه وحكم الفيديو، حكم الفيديو الفار. يعني ده برضه يقول لنا يعني احنا خمسه قاعدين اهو او اربعه حضراتكم قاعدين، ما كانش ندهله، ما كانش ندهله في الفار. اولا تدخله ما كان يستحق برضه بحسب الشخص اللي رفض، لانه متعاقد في مكان يعني وهو من كبار الحكام العرب. قال هنا تدخله ما كان يجب لانه اللعبه اكثر وضوحا، والدليل ان حكم المباراه لما راح يبدو انه كان بيبني الايفار على فكره اللمس. الراجل بص قال له مش ده خالص وراح لقراره، حتى قال لي محمد هاني اللي هي فكره بقى ان هو عارف ان محمد هاني مش مؤذي، لكن خلاص هي العقوبه احمر. اتفضل كمل. ما انا زي ما بقول لحضراتكم هي في النهايه يعني اختلافات اوروبا درست نافعه كابتن. وانا شايفه برضه الراجل لما تلعب 10 قدام الجزائر يعني اندفع على طول بعد الكوره ده، ما خدش يعني اول ما حصل جري على طول رفع واداله كارت. ده هو جاي أحمر. يعني جاي جاري على الحكم. ايه رايك يا استاذ عصام في طاقم التحكيم عموما يعني؟ طاقم من وجهه نظرك بقى بعيدا عن صاحبك. طاقم التحكيم فيه اثنين. لا صاحبي مش ده، لا ما بين يعني الراجل اللي انت لا طاقم التحكيم لا انا اللعبه صعبه. بص يا استاذ، بص اللعبه صعبه مغريه يا كابتن. لا لا صح، فيها كلام كتير شغلتنا يعني. بص يا ريس، بص هنا يقول لك ما لمس خالص دماغه، ما اعرفش. المكان خطير يا كابتن، المكان هو راس يعني انت تقصد ان رجله هنا رفعت لفوق، فماذا اذا؟ ماشي. وبعدين القفز مش بس مجرد ان واحد بيلعب والتاني عامل رجله كده. انا لازم هو الكره بتعديني فبنط اجيبها. انت عارف يا كابتن اسلام ده بوزيشن يعني لو تاخد بالك في اعاده الكوره احمد توبه، خلي بالك كان سهل جدا يحط دماغه في رجل خاف يحط دماغه. هو كان هيلعب ولما لقى هاني عامل كده عمل كده شويه، دي اللي خلت رجل هاني تلمس يا دوب يعني جزء. ماشي، قد يكون يعني برضو كلام. اتفضل يا اسلام. الثلاث حكام دول الامارات كان عندها حكم اسمه محمد عبد الله، ذهب الى كاس العالم دورتين. هم بيعدوا الراجل ده بس انا بشوفه. قول لي بس رجال حضرتك الاثنين المساعدين
عندهم جولات في كاس العالم وبطولة اسيا مرتين برضو، وبالتالي كان عنده اخطاء اللي تبين ان هو جاي، لكنها لم تؤثر على المباراة، ولا لم يستخدم الكروت الصفراء مع العاب كتيرة للمنتخب الجزائري. يبدو انه فكر بطريقة ان دي طريقتهم، لدرجة ان اللاعب 21 اللي خد الانذار الثاني واحنا بنتفرج مع الزملاء قلت لهم الراجل ده ضاع علينا كارت، ويالا الاسف ما عندناش كابتن، ما انا اسف يعني، او مجموعه من اللعيبه زي زمان كده يحط ايده ورا ظهره ويقعد يقول للحكم ده مسك مصطفى محمد مره وتريزيجيه مره في هجمه واحده اثنين ورا بعض، لو كان خد الاولاني كان روح. هو يعني بمقياس التحكيم وحسب شويه الخبره اللي عند العبد الله هو 7 من 10، لكن قراراته اللي ميزها ان ما اثرتش على تكت المباراه. اوكي. بس وكمان عدى ضربه جزاء على قناعته هو ورفض الفار بالمناسبه. والفار بتاعت حمدي فتحي. والفار عليه طبقا للبروتوكول، واكيد كابتن ناصر طبعا اقدر، بس الواحد بمجرد المتابعه يعني بيمشي مع قرار الحكم ما دام مصرا حكم الساحه يعني. لا خلاص، ما هو ده اللي حصل حتى في في في, في الطرد بالظبط، وهنا كان هناك اختلاف، ما بالك اختلاف ما بين الحكم بالزبط. وما بين وفي الاخر كان في عصبيه شويه برضو الحكم، يعني بيندفع في القرارات، لازم الحكم برضو يبقى ياخد قرار بس يبقى اهدى شويه. ده شعوره انه عارف من لجنته اللي بقى لها 3 ايام شغاله عليه ان انت القادم عشان تبقى نمبر 1 عندهم. جايب لك المعلومه دي عشان كده ان هو بس جميل يا كابتن اسلام، انت تواجه الجزائر ب10 لعيبه دي تجربه اضافيه. صحيح، يعني انت تلعب ماتش ودي، ده ماتش كبير. هو انت عارف ان جمال لما تلعب 10 لعيبه، محمود جمال بالماضي طلع بعد الماتش يقول لك انا ما كنتش عايز اشوف الماتش كده، انا كنت عايز العب ب11 عشان استفيد اكتر. ايوه بالظبط، المنتخب المصري يعني طبعا يكمل ب11. هو الفار اداله فرصه ان يرجع في قراره، فحتى لو هو قراره سليم 100% هو كان ممكن يعديها، بس انا من وجهه نظري كقانون متهيألي ان هي طرد يعني، واعتقد الحكام ممكن هيختلفوا فيها بس يعني. دي يا اسامه اضعفت من الطقم كله، سواء الحكم بتاع الساحه او الفار. لا بس هو بامانه حشيش النهارده اختلافهم دي هو اضعفتهم هو شويه. هو والاثنين لاينز مان انا شايف انه عمل مباراه كبيره. كويسين على فكره، عملوا مباراه كبيره. هو فنيا كويسين، عملوا مباراه كبيره من وجهه نظري. ما يعني كابتن جوهري رحمه الله عليه كان ساعتي في بعض المباريات اللي قدام كابتن اسامه فاكر ممكن ينقص لاعب عشان يخلي الفرقه تمر بتجربه. انا بتهيألي يا كابتن اسلام ان هو الحكم يعني قبل الماتش عارف قيمه الماتش ده، وعارف الديربي بتاع شمال افريقيا، وعارف العصبيه. انت وانت قاعد مبسوط تحس تتفرج ان انت قاعد على بتتفرج على ماتش في كاس العالم، ماتش في كاس افريقيا يعني حقيقيه. والجمهور وصل الحاله دي طبعا. بص على الجمهور. عشان كده اول حاجه عملتها حييت المهندس سيف الوزيري والمهندس محمد يحيى. ليه؟ لان دورهم الكبير في ان هم ويبقوا مصرين ان هو يتلعب في الامارات، ومجموعه العمل في الامارات برضو روعة. وعارف الاحلى كمان ايه؟ ان الجمهورين قاعدين مع بعض. ده منظر رائع. ده بيعملوا ده عشان الرساله المهندس الوزير والاستاذ محمد يحيى، عشان ينقلوا للناس امتى بقى اهلي وزمالك او يعني اتحاد يقعدوا بقى جنب بعض من غير الحواجز اياها دي كما كان يحدث يعني. لان النهارده الانديه دايما بتبقى محتاجه، ولكن في النهايه احنا بنقول ان عايزينهم عايز يوري ده. وده لازم نحييهم عليه الحقيقه. اتمنى لقطه اخيره ان الفريقين مع بعض يحيوا الجمهور كله بعد الماتش، كانت تبقى حلوه قوي. أنا كان احساسي ان ممكن تتعمل. انا كنت قاعد بتفرج على الماتش قلت نفس الكلمه. قلت ان هم يطلعوا بعد الماتش. احساسي دي كانت هتفرق قوي. بس هم بامانه المنظر من الجمهور الجزائري والمصري وقاعدين مع بعض وعلى مع بعض كان منظر رائع. انا مبسوط من حاله المباراه. من الماتشات النادره يا كابتن اسلام. نعم، من الماتشات النادره جدا ان تلاقي كل حاجه متكامله. اقول لك بقى حاجه، كوره حلوه، ملعب محترم، جمهور رائع، ما مش كتير بتلاقي حتى اللعيبه مع بعض. بندور عليه انه كمان اللوائح مطبقه، في كاميرات وفي رقابه في الملعب، ما فيش هزار. لا يعني انت ما سمعتش مثلا واحد مش هينفع نقول بس واحد بيشتم لعيب، واحد بيعمل لعيب، ما سمعتش الكلام ده خالص. حتى اللعيبه مع بعض في الملعب يعني حاجات بسيطه قوي، ما يعني في مباراه كره القدم بس كانت العلاقه دي يا اسامه بقى. يعني عايز اقول لك حاجه بحيي فيها كمان بقى اللعيبه المحترفه طبعا. يعني بص على الاتيتيود بتاع صلاح وبتاع تريزيجيه وتعاملهم في الكور، غير برضو بعض اللعيبه بدون ذكر اسماء كانت بتشد شويه وتعمل كده وتشوح انما صلاح اتضرب كتير النهارده واتخبط، وواحد يعني كمل معاه بعد ما وقع على الارض وبتاع راح قايم باصص له كده وعادي. فدي برضه احنا لازم يعني لاعبتنا
اللي هم المحليين لازم يتعلموا الحته دي، لانه هيتخبط وهيزعل وهياخد انذار على التشويق ده، على التشويق مش اللي خبطه بالظبط. فيعني انا بقول انه وجهه نظري برضو، ولو اسمع راي حضراتكم في الامر ده، انا بشوف انه حاله الاعلام الرياضي والانضباط اللي موجود في الاعلام الرياضي خلال هذه الفتره ومنذ ان اصبح الاعلام الرياضي بيتكلم في الكوره، بندافع عن النادي بتاعنا فنيا وكذا وكل ده، وكل واحد بيدافع عن النادي بتاعه بحقه بطريقته بكل حاجه، ولكن باسلوب محترم، ومنذ ان اصبح الاسلوب هو الاسلوب المحترم اللي بيسود على الجميع صحيح. ما كان الاختلافات الطبيعي يا كابتن، يعني انا ممكن اختلف مع الاستاذ عصام في قناه الاكس، فمثلا اقول له يا استاذ عصام، اقول له واقول له يا استاذ عصام انت بتقول كلام مش صح، وان انت بتهرج، وان انت بتعمل وكذا بطريقه كويسه، فالاستاذ عصام يرد عليا بطريقه كويسه. لا انا بقول صح، غير اللي كنا بنسمعه، غير اللي كنا زمان بنسمعه. اعتقد وجهه نظري ان ده يعني واضح على الجمهور في المدرجات، البيئه الحاضنه يا كابتن، البيئه الحاضنه. المكسب النهارده كمان اسلام، لو تلاحظ ان احنا يمكن كان في استوديو قبل مباراه زامبيا، وكنا متضايقين من حته عزوف الجماهير عن مباريات المنتخب، شغف النهارده بالنتيجه هترجع القصه تاني. جمهور مصر ما كانش يسيب المنتخب حتى في مباراه وديه مصر صحيح. مع فرقه درجه 9 مضمونه، الملعب هيتملي هيتملي. وانا بشوفها محمود ان ده راجع لزي ما قلنا انضباط المشهد بالكامل، معرفش تتوافق معايا والاعلامي بالتحديد، انضباط المشهد في الوسط الرياضي كاملا، مش في جزء واحد. قطع بتحطها في لوحه كامله، تركبهم على بعض طلعك اللوحه. لو وقعت بعض القطع هتلاقي اللوحه مشوهه. صحيح. ده اللي كان بيحصل، اللوحه عندنا في مصر كانت مشوهه، وتاثير الاعلام جامد صحيح. جدا في الموضوع ده، ما هو اللي بيبروز الحاجات الصغيره دي، يا اما بالسلب يا اما بالايجاب. وزير اعلام هتلر جوبلر قالها صريحه من عشرات السنين، اعطيني اعلام بلا ضمير. اعتقد الاعلام ده اكتر عنصر مؤثر في المنظومه كلها، عشان للاسف الشديد البعض بيتغاضى على الحته دي مره ثانيه وبتناساها عن عمد. صحيح. عشان كده انا بقول مره ثانيه ان شكل المدرجات، الكلام اللي حضرتك قلته طبعا، النظام والالتزام والكاميرات والبتاع والمش عارف ايه، ولكن ان هو بيتفرج على قناه الاهلي ما بيلاقيش، هو احنا طول عمرنا الحقيقه، وبقيه القنوات نفسها ممكن يكون بينتقد الاهلي مثلا، ولكن بينتقد في اطار الاحترام، في صحيح. اطار في اطار ما هو نقد، في اطار المنطق صحيح. هو ده اللي انا بقوله، ولكن مش حد يطلع يقول لك اصل مش عارف مين، مش عايز اتكلم في حاجات ما يعني. بس الشهاده لله برضه عشان ندي قناه الاهلي حقها، احنا في عز ما كان الوسط بيغلي كان قناه النادي الاهلي ملتزمه بالحته دي، ما كانش فيه تقطيع، ما كانش فيه في حاجات خارجه يعني بصراحه، يعني في محطوط منهج لمبادئ قناه اعلام. الاعلام بتعريفه محمود يعني ما شاء الله من صائد الجوائز ما شاء الله، راجل محترم يحترم مهنته، ما هو ده بيبقى سبيل مش مجرد الفكره الصحفيه، هو يشكل وجدان امه، يعني اللي يعرف كده لازم يخاف من اللي بيعمله. صحيح. انت بتشكل وجدان امه يا اخي، ده مش كلام انشاء. طبعا صحيح. والحقيقه منتخبنا الوطني يستحق كل التحيه، يستحق كل التقدير. مره ثانيه شكرا للجميع، عشان ما اكررش نفس الكلام، شكرا للجميع على هذه المباراه اللي هتخلينا نبقى طمعانين قوي قوي قوي. طبعا مطلوب الطموحات هترجع تاني، طبعا مطلوب، طمعانين كجماهير ان احنا نشوف مباراه اهلي وزمالك، الطموحات زادت عندنا بقى، نشوف مباراه اهلي وزمالك قاعدين مع بعض. ايوه طبعا مطلوب، قاعدين مع بعض، يا ريت. افتقدنا الشعور ده طبعًا. يعني احنا كل يعني لعبنا طبعا على الجانب الجماهير، في على الجانب الجماهير يعني موضوع مختلف خالص النهارده. يعني انا بشوف ان اداء الفرقه يا كابتن، اداء المنتخب بسبب وجود الجمهور طبعا التشجيع، سعاده غير طبيعيه من اللعيبه لما بتلاقي الجماهير كده ماليه الملعب، شكل الملعب نفسه النهارده. وانت بتتفرج انا في بدايه المباراه مش عارف جمهور مصر قاعد فين وجمهور الجزائر، عايز اشوف كانوا كتير مع بعض، فاهم ازاي؟ مع بعض مفيش حاجه، مفيش نصين في الاستاد كله، في الاستاد كله. هنا يا كابتن اسلام يعني لازم برضو نوجه التحيه لجالياتنا المصريه في الوطن العربي. حقيقي شوف كم مشهد بنشوفه وبنتكلم عنه من العالم. انت حضرتك كنت بتعلم من يومين ثلاثه على مشهد دعم الجمهور في قطر، في قطر لباسكت كره السله، وكان مناسبه للاهلي في الامارات وفي قطر والسعوديه، وكاس العالم اللي جايه في السعوديه، كاس العالم الانديه هيكون المشهد ان شاء الله مشهد. وعلى فكره جمهور الاهلي باذن الله في كاس العالم الانديه مش هيكون جمهور قليل،
لا 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 قال ازاي باذن الله لان تم حجز عدد كبير من التذاكر وان شاء الله كمان الحمد لله اللي نجح فيه مسؤوله الاهلي بالظبط يعني فواجب التحيه للجاليه المصريه في كل بلد عربي صحيح المشاهد اللي بيعملوها لان يعني بيبقى في اشتياق لوجود منتخب مصر وجود الاهلي كبير كبير للقاره كل ده بيصنع الحاله اللي حضرتك بتشوفها دي مظبوط لازم نبني بقى حضرتك بتقول الطمع ده طبعا مطلوب صحيح نطمع على المستوى الجماهيري ونطمع على المستوى الفني سواء الجماهيري بالحضور المتوالي والمتكرر للجمهور المستوى الفني بقى في الطمع ايه هناخد افريقيا اللي جايه يا رب الجيل ده استحق. الجيل ده لازم يشتغل على كده لان لو وقعت منه بطوله افريقيا اللي جايه وعنده قصور طبعا يبقى المشكله فيه هو في اللعيبه نفسهم فكره تريزيجيه قال الكلام اللي انت بتقوله ده انه قالك ناقص ان الناس تؤمن باللعيبه دي بالجيل ده احنا اللعيبه تقدر تاخد والحقيقه انا بشوف ان ده يعني من افضل الاجيال اللي جت الحقيقه لان هو خسروا برده هم راحوا كاس عالم اه لكن عايزين ياخدوا هذه البطوله يعني احنا كمان اشتقنا احنا اشتقنا كمان خسروا مرتين مش لبطوله يعني افريقيا احنا اشتقنا مش بس للوصول لكاس عالم ان احنا نمشي ابعد شويه المغرب ابعد شويه في كاس العالم عملنا فيه في 2018 هي دي هي دي, هي دي يعني انا بصراحه مبسوط جدا بالكلام اللي حضراتكم بتقولوه لانه بصوا الحاله عامله ازاي كلنا قاعدين ايجابيه نعم حاله ايجابيه كلنا قاعدين يعني عايزين نروح نتكلم على الاهلي ولكن كل شويه نفتح حاجه في المنتخب لانه صحيح. الحاله حلوه انت بتتكلم على بلدك برضو احنا بنصدق يا كابتن اسلام اليوم حلو طبعا بنصدق المنتخب الاولمبي نتكلم في ايجابيه 1-0 رجع 2-1 في مباراه جامده جدا اللي اتفرج على المنتخب عشان احنا مفتقدين الموضوع ده مع المنتخب بقالنا فتره كبيره احنا مفتقدينه ايوه وسيبك من الانديه يعني صحيح. سيبك من اهلي وزمالك هو المنتخب الاساس هو اللي بيلم الدنيا حواليه في حته مهمه قوي على بعض النجوم في منتخب مصر ان ما ياخدش باله انه عايز يثبت وجوده يا عم انتوا هاي كواليتي زي ما محمود قال فما تنزلش عشان تبقى عايز تثبت وجودك كده بتخرج من فلسفه الفريق والتكتيك اللي معمول فبتبوظ هجمه بره من خلال تثبت وجودك ايه ما خلاص من خلال الفريق دي كانت سمه فرقنا في البطولات كلها اللي خدناها صحيح. عارف سمه النادي الاهلي دقيقه زي 90 انت يا عم خلاص انت ثبتت ان انت حسام الشاطر تلعب بقى طول النهار تلعب كام ازاي مش موضوعك صحيح ده مهم قوي لثلاثه اربعه لان انا عارف ان هم مش بيدوروا على لا انانيه ولا لعب فردي لكن هو الان لا يكون مش موجود ازاي انتوا الافضل فهتفضلوا موجودين كمجموعه كابتن حشيش صح عايزين ناكد على حاجه اسلام انت كنت بتقولها امبارح اتفضل على صلاح اظن الدنيا كلها هي طبعا انا مش يعني مش انا اللي هقول او اقيم صلاح يعني بس لازم الناس فعلا النهارده حست بقيمه صلاح في المنتخب المصري انا على طول شخصيا واحد من الناس اللي حاسس في اي وقت حتى لو وحش حتى مش واقف بالظبط على الاقل واقف واخد نظر اتنين النهارده الوحيد في الملعب يا اسامه اللي قادر ان يوقف على الكوره في وقت انت محتاج لعيب كبير يعني لعيب يقف على الكوره في وسط الناس دي بتعمل دربكه قيمه كبيره جدا محمد صلاح يعني انا في واحد زميلي يقول لي ايه طب ما صلاح وحش ما بيطلعوش قلت له يا عمي ما ينفعش يطلع من الملعب صبت. ده قيمه يعني لا عامل قيمه للمنتخب المصري حتى طبعا. لو تقل كبير حتى لو زي ما انت بتقول حشيش مش في احسن حالاته في اوقات يعني في المباريات في المنتخب لكنه قيمه كبيره كابتن طمعانه ان صلاح ليفربول عشان بقى زي ما بنحييه نطلب منه او نعمل فيه حضرتك في يبقى صلاح منتخب معلش يا كابتن ما هو انا برضو صلاح في ليفربول بيعمل ايه ما هو صلاح في ليفربول بيبقى عليه واحد واثنين مسكين ما بيبانش طول الماتش تقريبا الا لما بيجيب كل واحده اسيست كذا معلش يعني فانا قصدي اقول لك ان تقريبا انا بشوف ان صلاح نفس طريقه اللعب هنا هو في الاخر وبعدين محمد صلاح يعني لا يعني بيضيف قيمه طبعا فنيه ونفسية للعيبة بس انا هنا عندي ملاحظة كابتن اسلام معلش عايز ايه عندي ملاحظة هنا اتفضل بعيدا عن موضوع صلاح بس يعني بعيدا عن التجريح احنا كلنا ضد التجريح او الانتقاد القاسي ولكن احيانا اوعى تعتب على 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 انتقاد محب لا خالص صحيح بس بتقول رايك انا بقول لحضرتك انا هفصلك الفلسفة اللي انا اقصدها يعني احيانا وقت من الاوقات الجمهور بينتقد محمد صلاح لكن انتقاد مش كاره هو بيكرهوش لا لا ما بيكرهوش طبعا هو انتقاد عاشق واحد بيعشقه وعايز اكتر واكتر واكتر منه عايز اكتر من كده عايز اكتر من كده ايوه محدش هيحس بالقيمه بتاعته غير لما يبطل طبعا انا حاسين طبعا بقيمته طبعا لما او ما يلعبش مباراه او كذا او كذا هنعرف ان محمد صلاح محمد صلاح وتريزيجيه مصطفى محمد هاني
انت حسيت النهارده ان محمد هاني تقل كبير عندك في المنتخب لما طلع؟ حسيت ان محمد الشناوي لو مش موجود النهارده هايل النهارده. ما كانش على الشناوي يا كابتن. الشناوي عمل مباراه كبيره جدا النهارده. النهارده حسيت ان عندك واحد زي ياسر ابراهيم ده ما كانش ينفع يقعد. وعلي رائع، علي جبر رائع وكل حاجه، لكن قصدي اقول لك يعني انه محمد حمدي النهارده من الناس الكويسه جدا. برافو عليك يا كابتن. جدا محمد حمدي ده لعيب كويس، هو بس الاوفر الاخراني مع انه واحد من افضل الناس تلعب اوفرات، لكن كان النهارده الاوفرات مش ماشيه معاه. سي بيلعب على مين برده؟ اسلام ووقف كام واحد ومع النقص العددي لا كان وبيهاجم لاخر دقيقه بيهاجم في يعني في ماتش زي ده كل واحد موجود مضاعف لا يعني كل واحد من اللعيبه دي النهارده كان يستحق لو مش موجود محمد صلاح دايما 3 4 5 حواليه ياخد الكره يقف بيها. لا والشناوي تدخل في لحظات فارقه بصراحه الشناوي انا بشوف ان الشناوي رجل وجهه نظري يعني ما اعرفش تتفقوا معايا ممكن غير مين رجل المباراه اصلا النهارده بالتحديد ما فيش رجل واحد صحيح. في كذا راجل في كذا راجل يا جماعه يعني هعدلك هتلاقيني قلت الفرقه كلها صحيح. انا بامانه يعني في طبعا ناس كتير كويسه بس انا عجبني جدا ثلاثه اكتر يعني اشمعنى ثلاثه يعني اقول لك اكتر لا كمل كلام لا اشمعنى اقول لك بالورق ده لازم يكون في ثلاثه انا بقول لك في ناس كتير كويسه بس انا عجبني اكتر ثلاثه محمد عبد المنعم طبعا الشناوي محمد عبد المنعم مصطفى محمد صح كده مصطفى محمد رائع النهارده مصطفى محمد زي ما قالوا كابتن لا ما انا ما بقولش اقول لك على حاجه اسامه حط الاولاني تريزيجيه لانه على مدار المباراتين كمان زامبيا والجزائر هو الاخطر على وهو رؤي فيتوريا برضه خلي بالك يستحق النهارده طبعا ان هو يبقى واحد من المدربين لا انا بشوف انه مدير فني جيد كان اختلافي انا كان اختلافي مع الناحيه الاداريه قول لي برضه رايك يا استاذ يا جماعه الموضوع محتاج اكثر من كده جدوى سيطره انت شفتوا جمال بالماضي لما الراجل طالع زعلان عامل فيه مين مسكوا من هنا اللقطه الشهيره مسكوا من هنا خناقه اوف انا اللي اشوف بس استاذ انا شايفها مش حلو انا شايفها مش حلو يا كابتن انا مش واخدها يعني انا لو نجم في لو نجم في الفريق او لعيب عادي في الفريق انا مش ده مش الاساس انا مش واخدها ان لقطه المباراه طيب انت ساعات بتقول لي استنى اما اكمل تمام لكن هنا بقى انك انت بيفكر يقول ايه تاخد بالك لا خالص تاخد بالك يا عم فيتوريا هناك فارق بين الانديه والمنتخبات المنتخبات زي ما قلنا كده وحيناك انك ما شلتش فيرود ولعبت بالثلاثه لان ده اسم مصر ثانيا ردت فعل اللي قدامك كان هيعرف ان انت بتقول ديفنسا جوجو لكن في كل الاحوال انت لازم تاخد طيب. بالك كويس قوي ان منتخب مصر هاي كواليتي يا فندم صحيح. عايزين تركات يا جماعه اللعيبه النهارده هي اللي رجعت انا اسف يعني عكس الراجل بتاع المنتخب الاولمبي انا متفرج على الماتش في اكتر من 7-8 لا مدرب ممتاز رائع وميكالي يستحق كل التحيه وكل التقدير الحاله حلوه نتمنى ان الحاله تستمر بهذا الشكل ونتمنى ان يظل منتخبنا الوطني بهذا الشكل ودايما هنفضل في ظهره هننتقد عندما يحتاج الوضع الانتقاد وهنقول هايلين عندما تكون الامور بهذا الشكل اللي احنا شفناه سواء تنظيميا او فنيا او تكتيكيا او حتى من خلال اللعيبه زي ما راي الاستاذ عصام نروح بقى نتكلم عن النادي الاهلي ونبدا باولى تقاريرنا في النادي الاهلي ودوري السوبر الافريقي النادي الاهلي يا كابتن حشيش ويعني مباراه اعتقد او مش اعتقد هي مباراه صعبه جدا الحقيقه في ظل هذه الاجواء طبعا مباراه صعبه بدايه طبعا في اولى مباريات الدوري بدايه طبعا لمشوار افريقي جديد دايما البدايات بتبقى صعبه لاي فرقه بغض النظر عن مستوى الفرقتين انما طبعا فريق يعني سيمبا من الفرق اللي احنا قابلناها قبل كده ولنا يعني فصول مش حلوه معاه يعني وشاف الفريق بيضم عناصر كويسه معاهم مدرب له خبرات مع الفرق الافريقيه اللي مسكها سواء الشمال الافريقي او افريقيا الوسطى او الجنوبيه برغم ان هو يعني ما خدش بطولات مع الفرق اللي مسكها انما هو واضح ان هو طبعا يعني باين عليه مدرب كويس البدايه بتاعتهم باينه طبعا من الدوري المحلي عاملين نتائج كويسه كسبانين يعني 5 مباريات من الخمسه اللي لعبوهم بدون تعادل وبدون هزيمه جايبين 14 هدف في الخمس مباريات يعني معدل تقريبا 3
اهداف في المباراه، يعني فرقه بتعرف تجيب اهداف وبرده نسبه الاهداف اللي عليهم قليله، فدي طبعا فرقه لازم يتعمل حسابها، ولازم الاهلي ان شاء الله يبقى عنده تركيز عالي في البدايات عشان يقدر يكمل في بطوله جديده يعني. طيب برده استاذ عصام، هذه المباراه هي تظل دائما من المباريات الصعبه، مدير فني سيمبا برازيلي روبرتينو من مواليد 60، عندهم 13 لعيب جديد تقريبا تم انتدابهم خلال هذه الفتره لملاقات النادي الاهلي. المتحدث الرسمي امبارح بيتكلم او اول امبارح بيتكلم ان هم عاملين معسكر طويل استعدادا للنادي الاهلي. ميكيسوني في كل المباريات بيتكلم، او في كل ميكيسوني لاعب النادي الاهلي السابق، هو ابوك سيمبا في يعني في لقائين الاهلي هتلاقيه هو المتحدث بالفعل. هو في كل بكره ان شاء الله هنجيب لحضراتكم الصحف التنزانيه بتقول ايه، في كل الصحف التنزانيه تقريبا بيتكلم على الثار، وان احنا عايزين نخرج، احنا جايين نخرج، احنا بنلعب الاهلي عشان نخرجه مش بنلعب الاهلي عشان نتغلب. يعني زي ما قلنا على الراجل اللي هو مارتي روبرتينينهو ده من جيل يعني عنده طور في افريقيا، لكن كمان في مصر في مارسيل كولر مع النادي الاهلي كبير افريقيا زي ما محمود شوقي قال. مارسيل كولر تولى القياده في 9/9/2022، هي فريق العمل عامل جهد رائع. ايوه 66 مباراه، 48 فوز، 12 تعادل، 6 هزيمه، له 128 عليه 37 فول اوبشن بطولات في موسم واحد، وبطوله شرفيه افلتت عساها تكون هي يعني ايه الفيتامين اللي هيعمل ده. ده مش هو مارسيل كولر على النادي الاهلي مع حضراتكم على الشاشه، اتفضل يا استاذ. في كل الاحوال مارسيل كولر من هؤلاء المدراء الفنيين عظيم القيمه يا كابتن اسلام، يا كباتن وحضراتكم، اقدر حضراتكم كابتن اسامه تحديدا انا ومحمود بالمتابعه، يعني انه رجل يعي معنى البطولات، رجل كمان يعرف الانديه الكبرى ويعرف ان جماهيرها لها حقوق، واعتقد انه زود النسبه دي رغم ان طبعا طول عمركم كلاعيبه نادي الاهلي عارفين يعني ايه حقوق الجماهير، لكن الراجل ده علّى النسبه قوي وعلى الكواليتي بتاع اللعيبه، واصر على فكره الدقيقه زي 90، فكسب ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يقي الفريق شر الاصابات، عدد وافر من النجوم. صحيح. السوبر كمان. صحيح. ليه؟ لانه في الاخر في اداره نادي بتكفل، ده اسطوره محمود الخطيب عامل كل الحاجات في كل ادارات معنيه، ثم يتصدر المشهد معاه لنقل وجهات نظره لفرق العمل ثم اخذ القرار. اعتقد ان هو عارف قيمه المباراه يا كابتن، واعتقد ان المباراه صعوبتها كولر مش هيسهلها وبس، لا كولر هيعطيها حقها مع لاعبو النادي الاهلي، واتصور انه لقاء الذهاب هيكون في دلائل كتيرة جدا على استيعاب نجوم النادي الاهلي لطريقه الراجل ده. اعتقد بما اننا كنا لسه بنتكلم عن المنتخب يا كابتن اسامه، ان اداء المنتخب بهذا الشكل هيعود بشكل ايجابي على لعيبه النادي الاهلي اللي هيلعبوا في، ولا انت شايف ان هو مش هيفرق؟ لا لا ما فيش شك طبعا، كل مباراه بتلعبها اسلام بتاخد خبرات منها، فكون لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في المنتخب بتلعب مع زامبيا، منتخب زامبيا ثم منتخب الجزائر، دي بتزود لهم خبراتهم، النتائج بتاعت المباراتين بتديهم ثقه في نفسهم، فاكيد هيجوا بمعنويات مرتفعه، ولعيبه المنتخب ليهم ثقه جوه فرقه الاهلي يعني كلهم، سواء اللي ابتدى او اللي قاعد يعني النهارده، الشناوي، عبد محمد عبد المنعم، هاني، حسين شحات نزل، ياسر نزل، لا طبعا هيبقى ليهم تاثير. التعادل بتاع النهارده اللي عملوه والاداء الكويس المشرف اللي عملوه اكيد هينعكس في مباراه سيمبا. الفروق واضحه على الورق بين الاهلي وسيمبا، ولكن الأهلي كلنا طبعا تمام. اكيد يعني صالح الاهلي، الاهلي 11 بطوله اخر 4 سنين، انت واخد 3 والرابع نهائي كان ممكن تكسبه يعني، فلا الفروق كبيره بيننا وبينهم، ولكن الكوره كلنا عارفين علمتنا انه وقت المباراه ويوم المباراه هو ده الاساس. صحيح. مدى بقى الالتزام بتعليمات مستر كولر، التركيز في اللقاء، استغلال الفرص، بذل الجهد الكبير، لانه الفروق الواضحه دي قبل المباراه لو ما اتحققتش اثناء المباراه
الكرة ورتنا كتير جدا يعني فيها تقلبات غير عادية، وياما فرق في المستوى أقل لعبت فرق كبيرة سواء في كاس عالم سواء في بطوله اوروبا سواء هنا في افريقيا سواء في الدوري. لما تقول الارجنتين والسعوديه مثلا لا ده كتير يعني لا يعني بس هي اللي جت البن الاثيوبي على ان الاهلي كان معاه فريق مظبوط صحيح لكن مزبوط. في الاخر البن الاثيوبي صحيح فالناحيه الفنيه يعني فتركيز اللعيبه واهتمامهم في المباراه ان شاء الله هيخلي الامور سهله ونقدر نتخطى ان شاء الله سيمبا. محمود كلام مهم جدا فيما يقال ان البطوله افضل 8 انديه في تصنيفا في القاره الافريقيه وبالتالي هي بطوله قويه جدا، رايك في من يقول العكس؟ بلا شك هي بطوله قويه، لو بص على الاسماء هتلاقي في بعض الفرق القويه تصنيف اول فعلا، الاهلي اولهم، صن داونز فريق عظيم في القاره، الوداد الترجي ترجي. حتى مازيمبي فريق كبير، انيمبا يا مازيمبي ده تاريخ ده الانجل بيري اللي كسب الاسماعيلي والاسماعيلي كسب بالظبط، فلا الفرق كبيره. اتكلم على خلاصه افريقيا، الخلاصه بتاعت افريقيا بالظبط صحيح. يعني احنا هنا امام اختبار عده اختبارات يا كابتن اسلام في الدوري الافريقي السوبر النسخه الاولى. الاختبار الاول حتى لو الكاف ما بيديرش البطوله بشكل مباشر بيديرها عن طريق الشركه المنظمه الايطاليه، فاول اختبار هيكون للشركه في اداره هذه البطوله الخروج باول نسخه بشكل يليق بالقاره الافريقيه اللي بتاخد تطورات وقفزات للامام، ده اول اختبار. الاختبار الثاني في اعتقادي هيبقى للحكام، لازم الحكام في هذه البطوله في هذه النسخه يظهروا بشكل مخالف صحيح. للكوارث اللي كانت بتحصل في بطولات افريقيا. الاختبار الثالث تطبيق الفار وجهه نظري، ده في شق التحكيم برضه. الاختبار الثالث تبعنا احنا بقى اللي هو الاهلي، لازم الاهلي ياخد اول نسخه. الاهلي اعتاد دايما على اللقب، اعتقد ان اللعيبه والجهاز الفني بقياده كولر عندهم الرغبه دي ان انت تطلع منصه التتويج في اول نسخه من الدوري الافريقي السوبر كلنا ان شاء الله. رقم جديد بالظبط، رقم جديد يضاف لدولاب زاخر بالبطولات على مر العصور. الملاحظه المهمه برضو الشحن الجماهيري الكبير في تنزانيا، ده غير طبيعي غير مسبوق. انا رحت تنزانيا اكتر من مرتين تقريبا، هم ناس هاديين وطيبين وكل حاجه، بس في ماتش سيمبا بيتحولوا يا كابتن حشيش. بيتحولوا بالظبط، بيتحولوا يعني في شحن جامد جدا. هم سيمبا والفرقه الثانيه يانج افريكان. يانج افريكان احنا هنلاعبهم الاثنين، ما لهمش حل لو هنلاعبهم. خلي بالك ده في حاجه غريبه، وانت اكيد حضرت وشفت ومحمود حضر، لما بتيجي تلاعب يانج تلاقي جمهور سيمبا كله معاه، تيجي تلاعب سيمبا تلاقي كله جمهور يانج معاه. عشان كده كنت بقولها يا كابتن حسام، لا ده بيصممها يا كابتن، ده غريبه يعني. هي دار السلام هاديه وجميله وناس لذاذ، بس في ماتشات سيمبا بيبقى في شحن الدنيا سخنه، بدا بدري شويه. لا وميكسوني مسخن، ميكسوني مسخن الدنيا وحقه، انا مش قصدي حاجه والله برضه عشان ما حدش يقولها، لكن هو حقه وبيقول لك انا عايز يعني. لكن في الناحيه هنلعب ماتش كوره، عندي بس قلق على فكره علي معلول، حتى لو كلنا ان شاء الله الحمد لله يعني حصل ترتيبات في الساعات الاخيره، ترتيبات ايجابيه، انه ان شاء الله علي معلول يوصل قبل بعثه الاهلي بحوالي ساعتين او ثلاثه. الطياره بتاعته توصل من طوكيو من اليابان الى ابو ظبي ترانزيت، ثم من ابو ظبي الى دار السلام، توصل بالتوازي مع وصول يا اخي انضباط اداري ما شاء الله في المنظومه الحمراء يا محمود، لدرجه انه عارف ما شاء الله روض الطيران مش بس كده، وانه في المطار دار السلام ده كان عامل شغل عالي جدا في الموضوع. النهارده خالد بيبو تواصل بالمناسبه مع علي معلول وظبط معاه كل هذه الامور، وبكره هو مسافر تنزانيا مع كابتن سمير. حصل معانا حاجه ايجابيه بتاعه ديانج، قول احكي لنا الموضوع ده. وصوله امبارح بالليل متاخر، كان المفروض بيلعب النهارده، كان المفروض بيلعب ماتش ودي مع مالي ضد السعوديه في البرتغال. فاثناء السفر توقفت البعثه ترانزيت في المغرب، المفروض ياخدوا طياره من المغرب الى البرتغال، حصل مشكله في اداريه في ما بيشيكوا على الورق، فحصل لديانج وبعض اللعيبه التانيين في منتخب مالي مشكله ورقيه. خد ديانج اول طياره جايه من دار البيضاء الى القاهرة عشان ينضموا النهاردة راح تمرين. اعتقد ان معاهم تأشيرات اللي هي بتبقى كاشفة محمود، واضح ان اللعيبة دي ما كانوش كاشفة. عندهم مشكلة. انت حضرتك عارف طبعا الموقف بتاعه، انه اعتذر عن منتخب بلاده، صحيح خد اجازة عشان اسرته وعاد في توقيت اللي اتفق فيه مع الاهلي. هو علي اللي ناقص. بالظبط. فانا تاو اضطر يقول لرئيس الاتحاد اللي هو جوردان ده، لو انت فاكره اللي كان طبعا صعب في الخطير ده، يبقى رئيس الاتحاد اللي ابنه ربنا يا رب يشفاه له او يطمره عليه، كان عنده حاجه في معدته يعني، وقال انا ما كنتش احب اتكلم لكني مضطر اقول لك لرئيس الاتحاد يعني. الراجل حتى تمنى له
ان ابنه يعني ربنا يديه. طبعا كان في مبرر طبعا الاعتذار عشان بس كان هجمه تاو هجمته جامد جدا الاعتذار عن جنوب افريقيا منتخب جنوب افريقيا. الحقيقه ان هو كان عنده ظرف لكن انتظم في تدريبات الاهلي. اعتقد ان احنا رايحين لتنزانيا بفريق متكامل، روح معنويه عاليه جدا، تدريبات كانت شهدت قوه كبيره جدا النهارده. تدريبات النهارده هي واحنا بنتكلم. فالحمد لله الامور تبدو جميله. هي بطوله طبعا مش سهله، هي بطوله صعبه، ونظام البطوله دي بالتحديد صعبه، مفيش بقى مجموعات وتلحق نفسك وتعمل الكلام ده، لا ده ماتش رايح جاي وخروج مغلوب، فهي دي الصعوبه بتاعتها، فلازم تركيز في كل يعني دقيقه في كل شوط في كل مباراه. فان شاء الله النادي الاهلي يبدا بدايه كبيره، وزي ما انت قلت يا محمود يعني مهم قوي بالنسبه لنا كلنا النادي الاهلي يعني بطل ابطال افريقيا ونادي القرن، ان هو النسخه الاولى دي النسخه الاولى لمن يعلم عليها. لمن لا يعرف النادي الاهلي احترم قواعد اللعبه، بل على العكس اي خروج من البطوله وكان يمكنه قبل ما يوافق، لكنهم لما حصلت اجتماعات ووصلت لمحبوب الخطيب زي ما الناس بتحب تسميه، وانه قالوا له انه لازم كبير القاره يشارك في النسخه الاولى وعليه ان يتحمل مقابل هذه المصارحه، انه الطيران 35 تذكره ممكن يعني لغايه ان شاء الله ما يكسب مش هيكون، وانت رايح جاي لسه في فلوس كبيره غير اللي هو ال 4 مليون اللي فيه ان شاء الله فكره. الخطيب قال لهم ده دور النادي الاهلي، ووافق النادي الاهلي على تحمل هذا الحق للقاره في انشاء بطوله زي دي، واحترم كلامهم ان قالوا له يعني اللي يا كابتن اسلام ايه صحيح اتعب معانا في النسخه دي وبعد كده الخير جاي يعني. والله يبقى في تقدير بقى من الاتحاد الافريقي يعني. طب اعتقد بمناسبه كلام الاستاذ عصام ده يا كابتن اسلام، تنسيق حتى تنسيق حتى بلاش ده كلام مهم جدا على المستوى الخبري في تنظيم يعني عشان انت عارف المواقف اللي قبل كده يعني موضوع التنسيق وكاس عالم ده كلام مهم على المستوى الخبري جدا. النادي الاهلي لمن لا يعرف برضه يعني كان له الدور الاكبر والاهم والابرز انتقاد لا في مكافئات هذه البطوله. الله طبعا خلال اجتماعات الاهلي مع الشركه الايطاليه المنظمه للبطوله حصل مشاورات ومناوشات عجيبه وتفاصيلها تؤكد على مكانه الاهلي. الاهلي في اخر اجتماع على الفيديو كونفرنس كان السبب الواضح والاول لتحديد مكافئات البطوله ان البطل ياخد 4 مليون دولار. اللي هو المليون ونص، ما هو قال لهم برضه يا كابتن كلام لوجيك يعني احسبوه انتوا اللي هو ما معنى احسبوه انتوا يعني. وبالمناسبه الشركه الايطاليه دي دفعت مبلغ كبير جدا في تذكره طيران معلول. معلول بالمناسبه يعني. جزء كبير من لا تذكره كامله. لا تذكره كامله. مبلغ كبير جدا يعني. والله كم يعني كبير؟ 400,000 جنيه مصري. ياه. عشان الرود يا كابتن. هو بصراحه ما هو بيني وبينك انا العظنة يعني طبعا ما لهاش علاقه، لكن ان ماتش تونس تلعب في كوريا واليابان فاحنا راجعين على تنزانيا مش مثلا في القاهره، لا ده احنا راجعين على تنزانيا. كده الواحد خايف بالنسبه لي. اعتقد الراجل جاهز بده يعني للراي الفني يعني بس انا اتصور دماغ كولر انه ممكن يبقى لعبته معاه يجازف بقى بعلي حسب حالته. هو في الغالب ما بيجازفش بما انه عمل كده مع بيرسي تاو في مباراه السوبر لما جه متاخر، هو ما لعبش بيرسي تاو، بالتالي وارد. الاقرب ان هو ما والله الله اعلم احنا مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل، ولكن هي برضه تتوقف ممكن يا اسلام على هل علي لعب الماتش الاخير بتاع المنتخب كله ولا ما لعبش ولا لعب الماتش الاولاني لعب 65 دقيقه مش عارف ده هو حتى لو 60 حتى لو 60 بقول لك حتى لو ما لعبش حتى لو ما لعبش ده المشوار بس كانه لعب ماتشين ثلاثه ماشي بس هيلعب بكره بس بقول لك لسه طبعا مباراه استراليا طيب هي بكره قريب قوي بعد الماتش طيب هو بيقول لك الماتش بكره لو لعبه بكره يبقى صعب لما يلعب 90 دقيقه او 80 دقيقه غير لما مش هيشارك او هيشارك مثلا 40 دقيقة 30 بقول لك كده لو مش هيشارك وجاي من الساعة البيولوجية وقصة الزمن مع السير عكس اتجاه الساعة بالظبط السير عكس اتجاه الساعة والساعة البيولوجية هي دي السير صعبة جدا صعبة جدا جدا وراح يعني راح من هنا راح لأفريقيا كيف يستطيع ان هو يعني كولر انا بتكلم هنا على الكولر يقدر يعمل فنيا الامر ده ازاي؟ انا في الاخر عندي علي معلول وعندي كريم الدبيس ناحية الشمال عندي اليو ديانج في نص الملعب عندي مروان عندي كذا عندي كذا عندي كذا عندي عدد كبير من اللاعبين اللي جاي من مباريات زي مباراة الجزائر اللعيبة التانية اللي لعبت أجازة ورجعت يقدر يتغلب على هذا الإجهاد إزاي؟ لا أكيد يعني يعني أكيد التدريبات ما بتبقاش للعيبة اللي لعبت بالذات على
أزمنة كتيرة في المباراتين، يعني مثلا واحد زي محمد عبد المنعم لعب زامبيا ولعب النهاردة، الشناوي لعب الماتشين بالظبط، ياسر ماسا ما لعبش زامبيا النهاردة، النهاردة بس وقت قليل ما يعتبرش يعني يعتبر مروان لعب شويه صغيرين برضو، فاكيد هو بيراعي موضوع الاحمال. في ناس بتبقى مجرد استشفاء بس، ممكن اسامه لو فنيا بقى في الملعب نفسه في التشكيل يحطه في الحته اللي كان بيلعب لها قدام شويه ولعب، لا مش هيغير ممكن. لا هقول لك لو هيستفيد بيه في الحته الهجوميه يعني، لان هو عنده النادي الاهلي بيعتمد على معلول دلوقتي بصفه اساسيه، بس انت دلوقتي عندك الناس اللي قدام كتير يعني، عندك حسين ورضا وبرستاو وطاهر واحمد عبد القادر، فما اعتقدش انه هيعمل كده. كابتن اسامه عايز يعرف حكايه الاحمال دي يعني، اللي هو كابتن اسلام سال، لا هو كابتن يعني اللي هو كابتن اسلام سالك يعني بيعملوا ايه عشان يستعيد تقنين الاحمال ازاي؟ ما هو الاحمال يعني بتبقى درجات، اكنك مثلا احنا بنقولها اقصى وعالي ومتوسط وبتاع، فما يقدرش يجي هو اقصى ده يعني اللي هو يعني اعلى حاجه في التدريب، فما اعتقدش ان هو مثلا واحد زي محمد عبد المنعم، واحد زي الشناوي، واحد بيروح بقى نازل معاهم زي ما بتقولوا بيشتغل بقى في الاحمال بقى اللي هي المتوسطه اللي هي كان ايامنا يعني بنعمل ايه يا قريبه من الاستشفاء، كان ايامنا بنعمل ايه؟ نسخن ونطلع ما هو ده استشفاء. لا لا ما بتضحك ليه، ده حاجه كويسه. خلي بالك في التدريب، في التدريب اصل هو الناس فاكره بكتر التدريب، مش بكتر التدريب، طالما انت وصلت لحاله فنيه بمستوى معين الراحه تساوي التدريب. يعني ساعات الراحه هي اللي بتفيدك زي التدريب للعالم افيد من الحمل. فما اقدرش انا مثلا الناس اللي كانت معايا هنا هديهم حمل زي ما بهدي مثلا واحد جاي لي مسافر ولاعب ماتشين تقال جدا ورا بعض، فاكيد هشتغل معاهم. الفرقه دلوقتي في الفتره دي خدت راحه، والمهاجم الافريقي بتاعنا هو مكمل تمرين، مكمل تمرين، لان الحمل مختلف تماما، هم محتاجين صحيح هو محتاج ان هو يلعب اكتر يلعب اكتر. فموضوع تقنين الاحمال اللي هو تقنين الاحمال ده طبعا معاه مدرب احمال وهو اكيد عنده خبره كبيره مستر كوره، ف يعني دي موجوده يعني. انا عايز اقول لك يعني انا عايز اقول لك حاجه، مره كنا رايحين نلعب الوداد في المغرب، مدرب ولا لاعب؟ وانا مدرب مع مارتن يول. يول الماتش يوم الجمعه، خلاص يوم الاربع اللي هو مفروض التدريب اللي قبل الاخير اساسي، ادانا اجازه خالص، ادى اللعيبه راحه تامه، حتى اللعيبه استغربت وكده، بس هو دي مش هتاثر لانه انت متمرن قبليها كويس ولعب ماتشات قبل كده زي ما حضرتك قلت، اللي هو كده كانه بيزود. المهم عملنا ايه في الماتش؟ تبقى استشفاء يعني، نزل اللعيبه حمام كسبناهم 1-0 كسب الاهلي 1-0. لا لا انا عايز بس اقول ايه يعني، اقصد هي مش بكتر التدريب، هو عارف ان اللعيبه مثلا وصلت لمرحله معينه فمش ما ياخد يوم اجازه او هيعمل لحمام سباحه او طبعا كبيره عشان كده حبيته يقول للناس، ان الناس بتسمع دايما مصطلحاتك عنده خبرات تدريبيه كبيره عموما. احنا سعداء جدا النهارده كولر عنده الحلول يا كابتن اللي طبعا اكيد بيلاعب بطريقه، لانه انا يعني ما اعلمه انه ساعات يقول لك هو بيلعب بمنظومات دفاعيه وهجوميه، فواضح انه يقدر يكون جبهات يعني. طبعا عموما كل التحيه لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مبارياته القادمه. زي ما قلت لحضراتكم بكره وبعده هيكون تركيزنا اكتر ان شاء الله على مباراه سيمبا النهارده كده كان، ولكن يعني في وجود الاساتذه الكبار العظام الحقيقه النهارده وكباتننا الكبار العظام ايضا قالوا لنا كلام مهم جدا كتقديم لمباراه سيمبا خلال الايام القادمه. كابتن اسلام، بما ان الاثنين قضيه انا اسف، والشيتوس جاب لعيب اللي هو كنا بنتكلم مره انا وحضرتك مش عارف محمود اللي كان معانا او مجموعنا الزملاء يعني، وقلنا المصريين في المهجر جاب لعيب كده، جاب لعيب كده فلازم نقول له برافو، ونقول للتانيين احنا عندنا كتير جدا. لا شيتوس ذكي وده اهم، بيفضلوا صحيح انه يجوا لو اتطلبوا عن ان يلعب كل البلد اللي اتولد فيها. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني مره ثانيه، وبنشكركم جدا جدا على هذا الاداء الرائع لكل اللاعبين والمدير الفني مستر ريف فيتوريا وجمهور مصر الرائع الجميل وجمهور الجزائر الرائع
ومنتخب الجزائر. الحقيقه كل حاجه كانت حلوه النهارده زي ما قلتوا حضراتكم، ان الحاله كلها النهارده كانت حاله رائعه. نتمنى ان نراها في المباريات القادمه سواء في الدوري او مباريات المنتخب ان شاء الله في القاهره. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وان شاء